السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذنكم لو الصوت كده كويس تكتب رقم واحد، لو في اي حد عنده مشكلة في الصوت تكتب رقم اتنين. طيب، هو واضح ان عند الكل تقريبا مفيش اي مشاكل، بس انا في مشكله دلوقتي عندي في ابلودنج الملف، مش عايز يتعمل له ابلود، مش عارف وقف عند 40% ليه. عموما يعني طيب، هو في مشكلة يا جماعة في البرزنتيشن، مش راضي يتعمل له ابلودنج، فمفيش حل تاني دلوقتي غير حاجة من الاتنين، يا حد من الدعم الفني يرفعه، بس أنا مش عارف بصراحة مساحته قد ايه. دقيقة واحدة. هو مساحته 3 ميجا وشوية. طيب احنا يعني عشان ما نضيعش وقت الناس، ممكن نعمل سكرين شير والناس تشوف الملف، ولو في مشكلة تقولوا لي. اعرفكم بنفسي طبعا، انا معاكم محمد عاطف، كنت درست قبل كده معاكم دبلومه كامله في الفوتوشوب، ببرنامج الفوتوشوب. النهارده محاضرتهم باختصار شديد جدا هي محاضره مكمله للي احنا خدناه قبل كده، تمام، وفي نفس الوقت اشرح معانا قبل كده. محاضرتنا باختصار بتتكلم عن ازاي تبقى مصمم محترف، او ازاي تصبح مصمم محترف. هي محاضرة يعني مش ملهاش، مش هقدر اقول المحاضرة رقم 13 او محاضرة رقم 15 بالنسبة للدبلومة اللي فاتت، ولا اقدر اقول المحاضرة رقم 1 بالنسبة للدبلومة الجديدة، بس هي الفكرة كلها انها محاضرة مستقلة بذاتها تماما. هناخد فيها افكار، تمام، وهناخد فيها ازاي تبقى مصمم محترف، وازاي تقدر تطلع نتيجة للتصميم بتاعك احترافية. عادة بتبقى مدة المحاضرة ساعتين، اللي بيسأل عن المدة يعني. أنا دلوقتي بعمل سكرين شير. الناس كده كلها شايفة الجهاز بتاعي؟ شايف اللي بيسأل بيقول استاذ مصطفى بيقول الكورس كام محاضرة؟ هي محاضرة واحدة بس، هي محاضرة، هي عبارة عن سكيلز، مش اكتر من سوفت سكيلز بس، مش اكثر يعني. مش هنشرح برنامج الفوتوشوب او نشرح داتا معينة، لا، احنا هنشرح ازاي يبقى التصميم ناجح، وازاي المصمم يبقى بيقدر كويس. والله هتشوفوا مقصود بيها ايه. في يا جماعة، بس أنا بسأل تاني، اللي شايف جهازي دلوقتي وشايف السكرين شير يكتب رقم 1.
ازاي تبقى مصمم ناجح، يعني تبقى مصمم ناجح، وايه المقصود تبقى مصمم ناجح او زي مصمم محترف. احنا الاول هندرس في الدورة دي ايه باختصار شديد جدا، تمام؟ احنا هندرس في الدورة ديت او في المحاضرة ديت، تمام، اربع اجزاء، اربع حاجات بالظبط. هندرس يعني ايه تصميم وايه انواع التصميم، هنتكلم عن حاجة اسمها تحديد الغاية، تمام، او وهندرس حاجة تالتة اسمها متطلبات التصميم الناجح. ومتطلبات التصميم الناجح نتكلم بالتفصيل عن جزئيتين، جزئية اسمها كيفية انتقاد التصميم، وحاجة تانية بنتكلم فيها عن طريقة نتكلم عنها سمات المصمم الناجح. الناس اللي برضو ما زالت مش قادرة تفهم محاضرتنا النهاردة هتتكلم عن ايه، يا جماعة انا مش هشرح النهاردة فوتوشوب ولا هتكلم عن الانستريتور ولا هتكلم عن ال 3 دي ماكس، انا هتكلم عن ازاي اطلع تصميم ناجح، يعني ايه العناصر اللي بتنجح ايه تصميم. يعني مثلا الالوان، الالوان ممكن تنجح تصميم وممكن تصميم. في حاجة تانية مثلا اسمها او تناسق التصميم، كل دي تفاصيل التصميم بتاعك ممكن او بتاعك ما يبش بالقدر النجاح اللي انت عايزه. طيب اول حاجة النهاردة هنتكلم عنها، واستأذنكم يا جماعة لو في اي سؤال حابين تسألوه مع ان شاء الله نبقى في اخر المحاضرة، غير لما افتح وقت الاسئلة. طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعه كان زمان التصميم دوت ما بيحصلش غير بيئه معينه وواحده بس، المصمم بيجيب الفرشه، تمام، ويجيب لوحه بايده، تمام، الالوان اللي هو عاوز الصوره او الشكل اللي هو عايز يرسمه، وبعد كده تمام يبتدي يفكر ازاي يلون الالوان ديت ويلون الصوره وتطلع صوره او تصميم كامل. دلوقتي الدنيا اتطورت، فبقى بدل الرسم ما بقى كان باليد، بقى الرسم عن طريق الكمبيوتر، تمام. ده مش رسم وبس، ده رسم وتعديل في الرسم، وممكن اعمل حاجات كتيره جدا ما كانتش متاحه ليا بان انا اعملها زمان. فلذلك التصميم بالكمبيوتر كان بيوفر وقت كتير جدا وبيوفر جهد كتير جدا جدا، تمام، عن سابقه، وفي نفس الوقت بيديني نتائج ممكن تكون اكثر احترافيه من اللي بتطلع، تمام، عن طريق الاستخدام الايد او استخدام الرسم العادي. طبعا ده مش معناه ان الرسم العادي ده رسم وحش، بل بالعكس ده الرسم العادي بيبقى جميل جدا لما بيتحط على الكمبيوتر وبيتضاف له بعض الاضافات المناسبه. زي ما الرسم ليه انواع، زي مثلا الرسم الزيتي، الرسم الميه المائي، الرسم الكرتون الى اخره، يعني من انواع الرسم، برضو التصميم ليه انواع، تمام. انواع التصميم عندنا نوعين من انواع التصميم زي ما انتم شايفين عندي هنا اهوت في البرزنتيشن، تمام. اول هنا هو التصميم الثابت دوت. يا جماعه التصميم الثابت اللي هو ما فيهوش معالم حركه خالص، بتعبره عن صوره، صوره ثابته زي الصوره اللي احنا شايفينها ديت، دي صوره تصميم ثابت، اي افكار ولا في اي حاجه، هو مجرد بس، تمام، بتعبر عن فكره بس. طيب وفي حاجه ثانيه، نوع ثاني اللي هو التصميم المتحرك. طبعا كلنا بنشوف البانرز اللي موجوده على المواقع واللي حركه اعلان بيظهر ويجي الكلام بيطلع ويختفي، تمام، كل دي حاجه. في كتير جدا بيختلف، بيقول يا جماعه هو الفيديو، لا يا جماعه التصميم المتحرك دوت مش الفيديو، تمام. التصميم في عباره عن صوره بتتحرك، يعني مثلا كلام بيختفي وبيظهر، تمام. مثلا صوره بتتحرك مثلا ببطء، زي بالظبط الناس اللي هي الاعلانات، يعني اقرب مشهد ليها الاعلانات الموجوده على المواقع والانترنت. اما الفيديو فدي حاجه تانية،
اللي هو المونتاج وفكرة المونتاج دي قصة تانية خلاص احنا مش هنتكلم عنها النهاردة تماما يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الناس سمع صوتي طيب؟ زي ما اكتب هنرجع تاني لمحاضرتنا. حاضر، هنعيد الجزء بتاع انواع الرسوم. زي ما اتكلمنا قلنا انواع التصميم، في تصميم ثابت وفي تصميم متحرك. التصميم الثابت ده اللي هي صورة ثابتة زي الصورة اللي ظاهرة قدامنا ديت اللي هي الشجرة واللي حواليها ايدين، دي صورة ثابتة مش متحركة. في تصميم تاني من انواع، طبعا ده شائع يعني، واللي بيستخدم عن طريق برامج زي برنامج الفوتوشوب، زي برنامج الانستريتور، زي برامج الكولر درو، زي برنامج الانزاين. كل البرامج دي كلها بتنتج تصميم الثابت. اما التحرك دوت تمام، فهو عبارة عن صورة بتتحرك معايا تمام، ودي بتبقى اسمها يعني لما اجي اتكلم اقول تصميم متحرك يبقى انا قصدي بتكلم عن بانر بتاع موقع تمام. صوره بتتحرك كده مثلا حركه خفيفه، زي ما كان بيجوا مثلا يجيبوا بني ادم بيجري كده الجري، تحس ان هو ما بيجريش، هو بس الفكره كلها ان الخلفيه اللي وراه هي اللي بتتحرك. كل الشغل دوت بيتعمل عن طريق او عن طريق برنامج اسمه الفوتوشوب تمام، في جزء بتاع الانيميشن اللي في الفوتوشوب، او كان زمان في برنامج اسمه ايميج ريدي وهم شالوه وحطوا دمجوه في برنامج الفوتوشوب. التصميم الثابت دوت لو رجعنا له تاني هنتكلم فيه عن جزئيتين، الرسوم الفيكتور او المتجهه والرسوم النقطيه او البيكسل. موضوع الرسوم الفيكتور او النقطيه ديت موضوع في غايه الاهميه جدا. ايه الفرق بين الرسوم الفيكتور والرسوم النقطيه؟ عفوا، الرسوم الفيكتور دي يعني اكاديمي، بس انا عايز افهمكم الفرق بين الاثنين بمنتهى السهوله. الرسوم الفيكتور هي عباره عن صوره مهما كبرت فيها مش هتتاثر معاكي، مهما كبرت في الصوره ديت مش هتتاثر معاكي. الصوره بتاعتك ما بتعتمدش على نقط بيكسل، لا بتعتمد على عدد الوان، فمهما كبرتي فيها عمرها ما هيجرى لها حاجه. لذلك لما بيجي تروح عند مثلا مصوراتي او بتاع او فوتوغرافر يعني تقول له لو سمحت انا معايا صوره صغيره 4:6، الصوره اللي احنا بنتصورها دايما دي تمام، وتقول له انا عايز اكبرها واعملها صوره كبيره جدا، يقول لك اه مفيش مشاكل، لان هو بياخد الصوره دي بيسحبها على سكانر، وبعد ما بيسحبها على سكانر بيطلعها كمبيوتر، خلاص الموضوع مفيهوش اي مشاكل دلوقتي، يقدر يكبر الصوره زي ما هو عايز لانها هتظهر كويسه، لان كده دي الصوره اعتبرت فيكتور. برضو برنامج المجين، في برنامج اسمه انستريتور وفي برنامج اسمه انديزاين، عفوا برنامج اسمه انستريتور وفي برنامج اسمه كولر درو. البرنامجين دول متخصصين في عمل الصور الفيكتور، يعني اي صوره طالعه من البرنامج دوت مهما كبرت فيها مش هتتاثر معايا. طبعا يا جماعه الصور الفيكتور بتبقى غالبا يعني بتاخد 16 لون على الاكتر تمام، ما في ما بيطلعش عندي بكسله، ما بتبكسلش معايا تمام، ما بتعملش اي مشاكل. نيجي بقى للنوع التاني بتاعنا اللي هو الرسوم النقطيه. الرسوم النقطيه او البكسل دي بتعتمد على عدد بكسلات في الصوره بتاعتي او في الاطار بتاعي. يعني الصوره دي مثلا لو بكسل تمام، لو انا جيت كبرت الصوره ديت تمام، قعدت كبرتها فتره فتره فتره، هاجي بعد فتره ابص الاقي الصوره عملت لي نقط 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 كده. ده ليه؟ لان الصوره ديت اساسا عباره عن مربعات فوق بعضها، بتفضل مربعات بالشكل دوت بكسلات بمعنى اصح لغايه ما تكون الصوره دي. فبتيجي عند حد معين وبتقف الصوره
يعني بعد كده هتبص تلاقي بكسلت معاك على طول وجابت سيئة جدا وما بتتشافش. اما الصور الفيكتور مهما كبرت فيها مفيش اي مشاكل عليهم. طيب طبعا لازم عشان انا يعني يبقى طبعا عشان اقدر الم بالبرامج ديت او بالحاجات دي لازم الاول طبعا اتعلم ازاي اعمل تصميم ثابت وبعدين اعرف ازاي اعمل تصميم متحرك. يعني ما ينفعش اتعلم ازاي اعمل تصميم متحرك الاول وبعدين اتعلم بقى التصميم الثابت ازاي، لا لازم الاول اتعلم ازاي اصمم تصميم ثابت وبعد كده اتعلم ازاي اصمم تصميم متحرك. بس نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا، ان التصميم المتحرك دوت عباره عن مجموعه فريمز بحطها ورا بعضها بتطلع لي صوره. يعني مثلا لو انا كتبت كلمه التصميم وبعدين رحت عامل مربع تاني انتر وكتبت كلمه الثابت وجيت عملتهم في بنر كده، حطيت ملف التصميم الاول بعدين حطيت ملف كلمه الثابت وبعدين عن طريق معادله سرعه شويه بجرب بخلي كلمه التصميم وبعدين يطلع بعدها كلمه الثابت، هو ده المقصود بكلمه تصميم متحرك. حضرتك استاذ ريما تقريبا بتقول ازاي اعمل تصميم ثابت. حضرتك تعمل تصميم ثابت عن طريق برنامج عدة برامج كتيرة جدا من ضمنهم مثلا برنامج الفوتوشوب. تمام. طبعا برنامج الفوتوشوب يعني غني عن التعريف. لو حضرتك مش لسه جديدة في الموضوع ده هتتابعينا وهتلاقي دورات كتيرة جدا خاصة ببرنامج الفوتوشوب وبرامج الجرافيك. يعني في أي أسئلة؟ طيب عشان أنتقل لجزئية تانية أنا هقفل طيب الحتة دي لغاية لو في ناس عايز تسأل. يوست مارك 23 بيقول ايه اخر اصدار الفوتوشوب يا جماعه؟ اخر اصدار الفوتوشوب يا جماعه مش محتاج كلام، سي اس 5.1 وطبعا يعني ده افضل اصدار. حابب تشتغل على كده مفيش اي مشكله. ماله دايركتور جست 145 عمال يكتب دايركتور دايركتور، ايه ماله كلمه دايركتور؟ في اي اسئله يا جماعه ولا نكمل؟ طيب هنكمل محاضرتك ان شاء الله. عندنا بقى حاجة اسمها التوجه الصحيح، ده كان تاني عنصر عندنا من العناصر. يعني ايه التوجه الصحيح؟ يعني ايه تحديد الغاية او الهدف؟ ده كتير منا تمام بعد ما بيخش في مجال الجرافيك بيعمل ايه؟ بتحصل عنده مشكلة انه بيتعلم الفوتوشوب، الفوتوشوب ما بيبقاش عارف يعمل ايه بالفوتوشوب، محتاج يتعلم برامج تانية بس مش عارف يتعلم ايه تاني. هي معادلة أنا عملتها وشايف إن دي أنسب معادلة تخليك تتعلم يعني إيه جرافيك. أولا لازم تحدد هدفك من تعلم الجرافيك ليه. في شخص ممكن يقولك أنا عايز أتعلم الجرافيك بصراحة لأن أنا بشوف عندنا استوديو تصوير خطير جدا في معالجة الصور وبيطلع لي صورتي حلوة أوي، فأنا حابب أتعلم الجرافيك بس عشان أطلع صورتي حلوة مش أكتر من ذلك، أو يعني أعمل صور شكلها حلو. اقول له طب انت كده محتاج كل اللي انك انت تعمله محتاج صور. كورس معالجة الصور يكتفي فيه تماما ببرنامج الفوتوشوب، ولو حبيت تبقى انت محترف جدا انت محتاجه تتعلم معاه انستريتور او كولر درو، لان الاثنين برنامج واحد، الاثنين برنامجين بينفذوا مبدا واحد او فكره واحده، الاثنين بيطلعوا بس دي ودي شركه لا اكثر ولا اقل. اما الاثنين في الاخر برنامجين عباره عن فكر واحد او نفس الهدف. فبتتعلم فوتوشوب ده يكفيك تماما في قضيه معالجه الصور. ولو انت عايز تبقى محترف جدا في المجال ده
تتعلم مع انستريتور او كولر درو يكفيك ذلك. واحد تاني يقول لي لا انا محتاج ان انا اصمم تصميمات واعمل تصميمات كبيره وضخمه، وعايز اعمل يوفط بتاعت محلات، وعايز اعمل فوانيس هتتعلق في الشوارع، وعايز اعمل يوفط كبيره، وعايز اعمل شغل دعايه بقى واعلان وكده. انك انت تتعلم 3 برامج في غايه الاهميه، انك تتعلم محتاج انك تتعلم انديزاين، محتاج انك تتعلم انستريتور او كولر درو. انستريتور او كولر درو بدل كلمه كولر درو وانستريتور جم مع بعض، يبقى تعرفوا ان هو يا ده يا ده، مش الاثنين، بتتعلم حاجه من الاثنين. طبعا عايز تتوسع وتتعلم الاثنين ماشي، بس يعني ايه، ما تجيش تتعلم فوتوشوب وكولر درو وانستريتور وبعدين بتتعلم الانديزاين. لا، اللي اولى منك تتعلم الانديزاين الاول وبعدين تبقى تتعلم الانستريتور، بدل انت واخد دول كولر درو. ولو انت واخد الكولر درو خلاص، يبقى انت الاولى انك تتعلم عن الانستريتور. طبعا بعتذر يا جماعه، انا كتبت ديت بسرعه النهارده، فالسبيلنج بتاعه مش مظبوط ومكتوب بالعربي كده، بس انا كنت كاتبها بسرعه جدا. وبعتذر للاخطاء الاملائيه. يعني يقول لك لا انا مش عاجبني لا التصميم ولا الصور، ده انا اكتر من كده، انا عايز ايدي مكتب، عايز اعمل شغل بقى بايدي انا، واعمل شغل كرتوني بقى وكده، واعمل افلام كرتون والجو ده. اقول لك والله عايز تعمل حاجه زي كده، اللي يخصنا تمام في قسم الجرافيك، لان بعد كده هيخش في قسم المونتاج، بس اللي يخصنا في قسم الجرافيك انك تتعلم 3 دي ماكس وفوتوشوب. ولو انت بقى حابب انك تحرك الشغل الانيميشن بتاعك، يبقى محتاج انك انت افتر افكت لو انت عايز تطور عشان تبقى ادفنس. بس من اول الثلاثه الاخرانيين دول، طبعا مالناش دعوه بالانستريتور، بس انا بتكلم على الثلاثه الاخرانيين دول اللي هو افتر افكت و4 دي سينما ومايا، دول حاجات بروفيشنالز، حاجات احترافيه. بس يكفيك عشان تتعلم تصميم الشخصيات بالنسبه لقسم الجرافيك انك تاخد 3 دي ماكس وتاخد فوتوشوب. عايز بقى تبقى ادفنسد كمان في الموضوع، يبقى تاخد افتر افكت. عايز تبقى ادفانسد اكتر تاخد ماي، عايز تبقى ادفانسد اكتر تاخد 4 دي سينما. يبقى دلوقتي احنا عرفنا التوجه بتاعي يبقى ايه. لو انا مجرد بس ان انا اعمل مجرد تعديل وتوش للصور، وان انا احط فلاتر على الصور وكده، واخلي الصور تطلع حلوه وكده، يبقى انا محتاج بس كل اللي محتاجه اخد معالجه الصور. معالجه الصور دي بتتمثل في ايه؟ باكج معالجه الصور ده بيتمثل في برنامج الفوتوشوب. ولو انا عايز ابقى بروفيشنال جدا فيه اخد انستريتور معايا. طب لا، ده انا عايز اعمل شغل دعايه بقى واعلان وكده، يبقى محتاج ان اخد معايا فوتوشوب انديزاين وانستريتور او كولر درو. محتاج ان يبقى الموضوع ادفانسد كمان اكتر، واخد تصميم شخصيات وازاي اعمل بقى كاركتر شخصيه، وازاي اعمل شغل 3 دي، يبقى محتاج اخد على طول 3 دي ماكس وفوتوشوب ادفانسد قوي، يبقى اخد 4 دي سينما ومايا كده، ابقى وصلت لمرحله بروفيشنال جدا. طيب القسم اللي بعد كده، متطلبات التصميم الناجح. اي تصميم في الدنيا عشان ينجح ليه متطلب التصميم وخلاص، ملوش اهم يعني ان انا احط مثلا لون على اي فونت على اي توقيع على اي حاجه ويبقى انا اسمي كده عملت تصميم. لا، موضوع مختلف كتير جدا جدا جدا. في اسس كده وقواعد عشان اطلع في الاخر تصميم ناجح. ايه هي الاسس والقواعد ده؟ قال لك في 10 قواعد تمام تطلع لي تصميم ناجح. لو انا راعيتهم وانا بعمل التصميم بتاعي، هيبقى الموضوع مع التصميم بتاعي هيبقى مش ناجح، بس هيبقى تصميم احترافي. ايه بقى ال10 قواعد دول؟ اقولهم كده بشكل سريع وبعد كده اشرحهم كلهم. اول حاجه فكره التصميم بتاعي. تاني حاجه الوان التصميم بتاعي. تاني حاجة دقة التصميم بتاعي. رابع حاجة تناسق التصميم، حفظ التصميم، خطوط التصميم، تنوع بين التصميمات، التميز بالتوقيع، نشر التصميمات، الانتقادات. هنتكلم عن كل دول بالتفصيل. فكرة التصميم، ايه فكرة التصميم؟ فكرة التصميم دي الفكرة اللي بتميز التصميم بتاعك عن أي أي حد في الدنيا. أي حد في الدنيا
عنده تصميم او بيعمل تصميم بيفكر فيها، التصميم ده هيتميز عن التصميمات الموجودة بإيه؟ بفكرة. أي تصميم بيتعمل لازم يبقى ليه فكرة، وإلا ما يبقاش تصميم. لو أنا عملت تصميم ملوش فكرة يبقى أنا ما عملتش تصميم. لو أنا مسكت كده مثلا موجودة في فوتوشوب ومسكت كده وعملت براشة صفحة بيضة قدامي تمام، ده ما طلعش تصميم، لأ، لأن ده ملوش فكرة. أي تصميم بيجي لازم يبقى ليه فكرة محددة وطريقة. بقى هنا انك انت ازاي تبقى مميز في الفكرة، ازاي تبقى انت لما بتعمل كارت على الفوتوشوب غير لما محمد او ابراهيم او عمر بيعمل كارت على الفوتوشوب، حاطط انت بصمة ليه مختلفة بين. تاني حاجة، الوان التصميم. المشكلة دي بقى بيقع مثلا فيها 90% او 99%، يعني 90% كفاية تمام من المصممين المبتدئين ما بيعرفش يمشي الوان التصميم بتاعه صح. بيختار يعني بيعمل بيجي بعد كده بتاعه يبوظ التصميم كله، ودي للأسف مشكلة خطيرة جدا. انا بنصحكم كلكم وبنصح نفسي قبليكم طبعا، قبل ما تفكر انك تعمل اي تصميم لازم تشوف الالوان المتناسقة اللي انت هتحطها مع بعض. يعني ما ينفعش باي شكل من الاشكال تحط تصميمين متنافرين مع بعض، التصميم بتاعك هيبوظ. يعني هل ينفع تعمل تصميم بالابيض وتبقى الكتابة باللون الابيض؟ غير منطقي بالمرة. ما ينفعش اعمل تصميم بلون فاتح واعمل الكتابة بلون فاتح، برضك منتقد جدا. وده طبعا اللي بيميز تصميم، يعني جيد ومحترم وتصميم سيء، بيميز بين تصميم جميل فعلا تستقل انك تشوفه بالتصميم يعني رديء، كل ده بيميزه ازاي تستخدم الوان المناسبة للتصميم بتاعك. طيب تالت حاجة ايه؟ في سؤال بيقول ممكن في البداية لحد ما الواحد يعني تاخد الوان مناسبة. طيب تمام حضرتك، بس سبقتي الاحداث لان انا كنت لسه في ثواني حالا هتكلم عن ان لسه هنتكلم عن الالوان شوية، يعني بعد ما نخلص متطلبات التصميم الناجح هكلمكم شوية بالتفصيل الالوان الاستاذة انجي روما بتتكلم عنها. وتناقش عليها. الدقة في التصميم، كثير جدا من الناس بتغلط خطأ شاسع جدا، حتى عندنا احنا في الشركة بيغلطوا الغلط ده. بيحصل ازاي؟ بيجي مثلا الشغل، وليكن مثلا ده صورة شخص مثلا قدامنا ديت، عايز انا اعمل لها يعني اخدها مثلا كده في ديزاين خاص بيه تمام، مثلا يافطة مثلا بتاعت محل او يافطة اعلانات او دعاية لشخص ما تمام. وانا عايز، طب انا هقول لكم حاجة عشان بدل ما اشرح لكم نظري انا هشرح لكم عملي على الفوتوشوب. بس الحقيقة انا مش هبقى شايف الشاتنج، في الشاتنج عشان اشرح لكم الموضوع ده بالتفصيل. يعني ده مثلا وليكن افترضنا ان ده مثلا تصميم قدامي اهو، انا مثلا عايز اخد صورة شخص ما ايا كان الشخص ده بقى
ايا كان مثلا دي كده ماشي اهي، مثلا احطها في تصميم مثلا ما. للاسف في بعض الناس بتعمل ازاي، يبقى مثلا الصورة بتاعت لها وقصتها مثلا الصورة مبسكلة، لو افترضنا ان الصورة دي كده مبسكلة عشان كبيرة، تقوم ايه يقول لك حلوة حلوة يا عم، بعد كده ان شاء الله بقى ايه لما هتصغر مش هتبان، تمام؟ ده بيعمل لي مشكلة ضخمة جدا في التصميم. طبعا هنا التصميم ده ما فيهوش دقة، حاجة تانية بلاش دي خالص. بيجي بعض الأحيان مثلا اجيب لكم صورة مثلا كده، بس انا مش لاقي صورة حالا، يعني مثلا صورة زي دي هو مثلا عايز يطلع صورة الشخص ده، فيقوم جاي مثلا بقى مريح دماغه، يقوم جاي عامل كده اهوت وماسح القسم اللي هو فيه مشاكل، ده هو جايب الماجيك تولز، يقوم شايل ويقول لك انا ايه نضفت ايه، وهي لما هتصغر مش هتبان. دي بتحصل بشكل كتير جدا جدا جدا، هي مشكلة فعلا بيقابله بعد كده مشاكل خطيرة جدا جدا، تمام؟ لانه حتى لما بيصغر الصورة، حتى لو شال، يعني انا مش بتكلم على البرواز اللي موجود دلوقتي في الصورة، لا، حتى لو احنا شلنا البرواز الموجود في الصورة ده كده اهو، افترضنا كده ان احنا شلناه، تمام؟ وبيجي بعد كده يصغر الصورة ويفترض ان هو افتكر نفسه كده ان هو لو هي مثلا هتتحط في تصميم بالشكل ده كده وهتبقى صغيرة، يقول لك ما خلاص مش باينة، لا هي صغيرة، لا اقول له بص لما بتكبر تبقى عاملة ازاي. بص لو انت بقى طبعت، لو انت التصميم بتاعك كبير هتبص تلاقي ان النقط دي كلها اثرت عليك، تمام، في الطباعة. طب ليه انت تسيب لنفسك الشكل مش ظريف؟ لو انت مصمم فعلا محترف مش هتقبل على نفسك يبقى الوضع بتاعك بالشكل ده، مش هتقبل الشكل ده في التصميم بتاعك، مش هتقبل ان في حتة زيادة هنا، هو كل ده انت مش هتقبله كمصمم محترف، تمام؟ بس للأسف في كتير جدا من الناس بتعملها، بس انا بنصحكم بيها، بلاش تعملوا خالص التصميم بتاعكم، لازم تبقوا دقاق جدا في ازاي انكم تستخدموا الاداه، وازاي انكم انتوا بدل جالكوا صوره هتعمل اكستراكت، يبقى لازم تبقوا يعني دقيقين جدا جدا في عمليه القص بتاع الصوره، تمام؟ ولازم تبقى انتوا فعلا بروفيشنال في قص الصوره، وما تسيبوش اي مشكله، تمام؟ لازم تبقى الصوره بتاعتكوا جودتها عاليه، يعني لما احط الصوره جودتها اساسا ضعيفه جدا في تصميم مساحته عاليه واقول اصل ايه مش هتبان، كل الكلام ده كله يعني مش عايز اقول لكم بجد ان هو بيأثر على التصميم، وبيبقى بيختلف من مصمم لمصمم ومصمم، ويبقى معروف ان المصمم دوت يعني ما بيهتمش بدقه التصميم والجو ده، وبيبقى معروف ان المصمم ده لا ده بئس جامد والله. طيب رابع حاجة عندنا تناسق التصميم. تناسق التصميم يا جماعة مشكلة برضو بتحصل مع الناس المبتدئة جامد جدا. ايه اللي بيحصل؟ ان بيفاجئ ناس كتيرة جدا مثلا بيعمل تصميم بس مش مقبول لعدم موضوعيته. ليه مش مقبول لعدم موضوعيته؟ يعني مش بأي منطق، تمام، أو بأي عقل مثلا أعمل صورة بلاك، تمام، سودة وأكتب له مثلا مبروك الزفاف، يعني ما تنفعش، ولا ينفع أعمل قلب أحمر وأكتب له البقاء لله، يعني مش لا دي منطقية ولا دي منطقية، لازم يبقى في موضوعية في تركيب الصورة، فلازم يبقى كمان في عناصر التصميم، يعني لازم يبقى في تناسق، تمام، في التصميم. ما ينفعش ان انا زي ما قلت لكم اعمل حاجات متباعده جدا عن بعضها. طيب
فلازم تحط في دماغك وانت بتصمم يبقى يعني هراجع تاني كده، عندك فكرة التصميم اللي انت بتعمله لازم يبقى تصميمك مظبط، الوانك كامل في التصميم وهشرح الوان. تالت حاجة لازم يبقى فيه دقة في التصميم بتاعك، يعني ما يبقاش التصميم بتاعك بس ما بكسل، ما يبقاش صغير قوي وتعمله تكبير جامد قوي، ما تبقاش يبقى التصميم بتاعك تبقى مثلا عندك مشكلة في قص الصورة مثلا او في قص التصميم اللي انت هتحطه على التصميم تاني. رابع حاجة لازم يكون عندك تناسق كويس جدا في التصميم بتاعك، يعني ما ينفعش زي ما انا قلت مثلا خلفية سوداء تكتب عليها، لا لازم يكون في موضوعية في التصميم بتاعك. انا هعمل مثلا حاجة واكتب مبروك الزفافي، او ممكن احط مثلا لون فاتح لون احمر، اكتب احط صورة قلب، احط صورة مثلا ورود، اي حاجة اكتب عليها مبروك الزفافي، مش ان انا احط حاجة بلاك او غامقة. كل التفاصيل بتقابل الناس المبتدئين اللي هي حفظ التصميم. يعني ايه حفظ التصميم؟ يا جماعة حفظ التصميم ديت في كتير جدا من الناس بتغلط فيها والله لغاية دلوقتي، تمام، مبتدئين وفي ناس بتغلط فيها محترفين. بيجي مثلا يخلص التصميم بتاعه، عندنا احنا في المكن بتاع الطباعة، تمام، لما بيجي نطبع تصميم بيتحفظ بصيغة اسمها TIF، وحفظ التصميم اساسا بيتحفظ بالPSD. تالت حاجة مثلا GPG اللي هو البريفيو بتاع الصورة بيجي يحصل ازاي؟ يقوم مسيف الصورة بريفيو بجي بي جي ويحط ويعمل لها TIF وينفط خالص PSD. يجي بعد كده عايز يعدل حاجة مش هيعرف لان PSD مش موجود. فلازم تتعود اول حاجة تعملها في حفظ التصميم بتاعك انك انت تحفظ الصورة GPG. ده كده عشان توريها لاي شخص، حد من اصحابك، حد من قرايبك، حد انت عايز توريه التصميم ايا كان، يبقى لازم تحفظها بالاول GPG. تاني نقطة تحفظها PSD، ده كده مع GPG، يعني ده كده اول حاجة. بعد كده انت هتطبع الشغل ده، لو هتطبع الشغل ده يبقى تحفظه TIF، مش هتطبع الشغل ده يبقى ما تحفظوش TIF. خلاص، بس لازم اي تصميم عندك، اي تصميم عندك لازم تحفظه. يعني انا مثلا هدخلكوا عندي هنا اهوت كده اهو، وتخشوا على ده الشغل مثلا بتاعي، تخشوا على كلمة ديزاينر هتلاقوا التصميمات بتاعتي مثلا اهي، تمام، دي كلها GPG. تخشوا على الفولدر التاني هتلاقوا التصميمات PSD. هتخش على الفولدر التالت هتلاقوا التصميمات بتاعتي TIF، الحاجات اللي هتطبع، تمام. فلازم نحط في دماغنا الحتة دي كويس جدا. لو صورة معمولة متحركة أو حاجة زي كده بتتحفظ FLA اللي هو فلاش، يعني دي لو صورة متحركة، تمام. طيب خامس حاجة، سادس حاجة عفوا، خطوط التصميم. خطوط التصميم دي بقى برضك مشكلة كبيرة جدا بتقابل ناس كتيرة، تمام، ان ناس كتيرة بتعمل التصميمات بتاعتها بس بيبقى الخط غير مقبول بالمرة. يعني ما ينفعش مثلا اعمل خط قناة العربية مثلا وليكن، تمام، في حاجة مثلا مش محتاجة الخط ده، يعني لان لازم انت عندك تناسق في استخدامك للخط، تمام. انا مثلا خط قناة الجزيرة وليكن مثلا، ليه رسمة معينة او دايرة معينة او شكل معين، ده ما يتحطش مثلا غير خط مثلا في وسط الايه التصميم بتاعي. ما ينفعش مثلا انا اجي اكتب كلمة فكرة التصميم دي واعمل كلمة فكرة بخط القناة العربية او بخط قناة الجزيرة، تمام، وبالذات خط قناة الجزيرة يعني لان هو خط ليه شكل محدد كده، ما ينفعش، تمام. اما ممكن ينفع اعمل الفكرة ديت، تمام، كلمة فكرة دي بخط متين، ينفع اعمله بخط متين، تمام، اللي هو بيستخدم في اللوحات والجو ده، ينفع اعمل بيه الخط ده. هو ده الفرق، انك انت لازم تبقى انت ممكن طبعا اعمله بالاريا اللي انا شغال بيه، ممكن اعمله بالتايم لاين، ممكن اعمله باي خط مناسب للتصميم بتاعي. نصيحتي ليكوا، خشوا جيبوا خطوط كتيره، بس لما تيجوا تجيبوا الخطوط الكتيره ديت ما تاخدوش الخطوط كلها زي ما هي وترموها في الفوتوشوب،
زي ما تلاقي على الانترنت كده، مثلا لو عملت سيرش في جوجل تلاقي 1500 خط، 600 ومش عارف كام خط، مليون خط، مش عارف. مره شفت على النت والله واحد عامل 3 جيجا خطوط، دي مش هتفيدكوا في حاجه. انا عايز انك تجيب خط واحد بس يبقى خط بيستخدم، احسن ما تجيب 600 خط او 1000 خط بس ما يبقاش الناس شغاله بيه. اصل الخطوط دلوقتي يا جماعه لها يعني، في بعض الخطوط كده معروفه ومشهوره هو اللي بتستخدم في مجال التصميم، زي ما انا بقول لكم كده مثلا خط المتين. خط المتين ده مثلا مشهور جدا وبيستخدم كتير جدا في عمل اللوحات الدعائيه، تمام، لانه خط واضح وسهل والطبعه بتقبله بسهوله. في خطوط تانية كده بتنزل يعني بتبقى اكتر للشغل بتاع الانترنت مش للشغل البرينتر. في خطوط تانية ما ينفع يتعمل بيها برينتر، ما ينفعش تستخدم على الانترنت. فخد الخط، شوف الخط ده شكله ايه، ميزه عن الخطوط الاخرى، احفظ اسم الخط بتاعك، تمام، وبعد كده حطه في برنامج الفوتوشوب. يبقى خلاص انت عرفت ان الخط ده انت هتستخدمه في كذا، مش انك تاخد مجموعه الخطوط. لا لا ده مش منطقي تماما يعني. طيب التنوع بين التصميمات، يعني ايه التنوع بين التصميمات؟ احنا كده دخلنا القسم الثاني، خطوط التصميم اهي، التنوع بين التصميمات. طيب كتير جدا من اللي بيقول لك ايه، لا انا بتاع كروت، يعني ايه يا عم انا بتاع كروت؟ لا انا ما بشتغلش غير في تصميم الكروت بس. التخصص حلو حلو جدا، بس ما ينفعش تتخصص في حاجه اساسا صغيره. يعني انا ممكن اقول انا متخصص مثلا في الفوتوشوب الدعائي، جميل، ده هو شغل الدعايه والاعلان. في واحد تاني يقول لك لا انا متخصص في الفوتوشوب المعماري، مع الفوتوشوب ده يا جماعه اقسام. في واحد تالت يقول لك لا بس شغل الفيكتور. ده تخصصات، بس مش معنى ان انا متخصص في الفوتوشوب الدعائي اقول له لا انا ما بعرفش، او مش معنى ان انا ما بشتغلش غير فوتوشوب واحد يجي يقول لي انا عايز صوره فيكتور اقول له لا مش هقدر. لازم تبقى انت متنوع بين تصميماتك. ده بالاضافه لانك انت ما ينفعش تقول زي ما انا بقول لكم اقول انا بعمل كروت بس. يعني ايه بتعمل كروت بس؟ لا، تعمل كروت يبقى لازم تعمل بروشورز، يبقى لازم تعمل فلاير، يبقى لازم تعمل شغل مكاتب، يبقى لازم تعمل تشتغل في الصور، في معالجه الصور. لازم تتنوع من تصميماتك، لانك انت لو كنت بتاع نوع واحد بس من التصميمات عمرك ما هتتطور، عمرك ما هتاخد خبره، عمرك ما هتعرف حاجه. برضك لو خدناها بشكل اخر موضوع التنوع من التصميمات ديت، في ناس تقول لك لا انا ما بعملش غير، عفوا يعني، التصميمات مثلا ايه الدينيه. يعني ما ينفعش، انا مش بقول كده بمعنى كده ان انا مثلا بقول انا اعمل تصميمات رومانسيه، لا، اعمل تصميمات سياسيه، اعمل تصميمات فيها اراء وفكر، اعمل تصميمات وفيها رؤيه. ما تحطش نفسك في كاريزما معينه، لازم انك انت كل شويه تتنوع بين التصميمات، تمام. تخصص في حاجه دي حاجه جميله جدا، تمام، ما مش معنى انك انت تتخصص في حاجه انك انت تنكر باقي الحاجات وما تشتغلش فيها، دي مش منطقيه تماما. طيب خلونا نتكلم بشكل افضل زي ما احنا قلنا قبل كده عشان اشرح لكم برضو التنوع بين التصميمات. انواع التصميمات يا جماعه زي ما احنا قلنا، تمام، غير التصميمات الثابته والمتحركه، قلنا التصميم الفيكتور وده اللي بيستخدمه في برنامج الفوتوشوب الانستريتور بتاع، تصميمات الكتب وعمل الكتب وشغل المجلات وعمل اللي هي غلافات المجلات وغلافات الكتب وغلافات السي ديز والغلافات الكفر بتاع السي دي نفسه والغلاف السي دي نفسه، كل الحاجات دي كلها بتتعمل عن طريق برنامج اسمه انديزاين، تمام. شغل الفيكتور اللي هو مثلا زي اللي قدامنا ده شغل فيكتور، تمام، بيتعمل عن طريق الانستريتور. الشغل الفوتوشوب بقى نفسه ممكن يعمل شغل فيكتور، ممكن يعمل معالج الصور، ممكن يعمل شغل تصميم الكتب والمجلات، تمام، كل ده ممكن يعمل، ممكن يعمل شغل الدعايه والاعلان، ممكن يعمل شغل الصحف والمجلات، ممكن يعمل شغل اسمه ايه دوت يا ربي، استغفر الله العظيم، الرسم الهندسي والشغل الهندسي، كل الحاجات دي بيعملها الفوتوشوب، جميل. يبقى ايه، يبقى نصيحتي ليكم فعلا انك انتوا تتنوعوا من تصميماتكم وما تعملوش تصميم واحد بس.
تميز بتوقيعك دي معناها ايه؟ في كتير جدا من الناس يا جماعة بتعمل تصميمات كتيرة جدا زي الأخ اللي قدامنا دوت. أنا جبت الصورة دي من على الإنترنت، تمام، عامل تصميم بس مع التصميم دي خطر جدا بجد، وأنا بنصحكم بيها ولازم أنصحكم بيها. لما أي حد فيكم يعمل تصميم يا جماعة لازم يحط اسمه على التصميم، توقيع، لوجو، سلوجن، أيا كان، بس يحط حاجة بتقول أنا هو، أنا هو ده أنا. في شخص بيكتفي مثلا بلوجو، علامة كده مميزة ليه، في شخص يحب يكتب اسمه، في شخص بيكتب كونية بتاعته. المهم إنك أنت تكتب حاجة تميزك عن الآخرين. لما أشوف التصميم دوت أو التصميم ده بتاع محمد، التصميم ده بتاع عمر، لأن اللوجو ده أنا بعرفه إن اللوجو ده بتاع المهندس عمر، يبقى خلاص انا عرفت على طول ان ايه، ان الشغل ده بتاع المهندس عمر. اما لو انا مش حاطط التصميم هعرف منين ان الشغل ده بتاع المهندس عمر ولا المهندس ابراهيم ولا المهندس محمد ولا مين؟ هعرف انا منين؟ فلازم تميز توقيعك عن اخرين. بنفس في نفس الحاجه التانيه برضو، يحفظ لك حقوقك، حقوق الملكيه الفكريه. لو انت عامل تصميم واشتغلت فيه وطلع عينك وتعبت جدا عشان تعمله، منطقيا يعني انك انت بتحط اسمك عليه. على فكره يا جماعه الحق الادبي لا يسقط، يعني انت بدل عملت تصميم محدش يقدر يرغمك انك انت تشيل اسمك من على التصميم. ولو اي حد فيكم اشتغل في شركه دعايه واعلان وجي المهندس بتاعه وقال له لا انت ما ينفعش تمضي على التصميم بتاعك او ما ينفعش تكتب اسمك، سيب الشركه، لان اعرف ان الراجل ده بيسرقك، بياخد التصميم بتاعك ويكتب عليه اسمه وبعدين يطلعه بره للشغل، تمام. حاله واحده بس اللي توافق عليها، لو التصميم بيطلع باسم الشركه، لو التصميم بتاعك بيطلع باسم الشركة وافق. اما لو بيطلع باسم شخص غير شخصك وانت اللي عامله سيب الشركة، دي سرقة قضية كمان، لانك انت اسمك لازم يتحط على التصميم بتاعك، لان دي اسمها ملكية فكرية. ده بالنسبة للتميز بتوقيعك. فطبعا موضوع التوقيع دوت اعتقد ان الناس كلها سهل جدا دلوقتي، الناس اللي خدت فوتوشوب وعندها فكره عنه بتعرف تعمل توقيع بسهوله جدا. طبعا يعني صور التوقيع زي ما انا قلت ممكن يبقى توقيع، ممكن يبقى شعار، ممكن يبقى رسمه، كل دي مهم في الاخر يبقى حاجه بتعرفني ان فلان ده هو صاحب الحاجه. وانا بصراحه بحب جدا بصراحه ان يبقى في اسم، يعني حتى لو في لوجو او شعار ليك يبقى مكتوب اسمك، ده عشان برضو يتعرف ان دي حاجه بتاعتك. من الناحيه يعني سهوله المعرفه دي من حاجه، ومن الناحيه القانونيه برضو تبقى حاجه تانية. انشر تصميمك. قابلت قبل كده زميل عزيز ليا كان بيتمتع يعني بصوت كويس جدا، ما تعمل فيديوهات على اليوتيوب وغني، صوتك يبقى حلو والناس تعرفك وتبقى ليك مستقبل يعني. فقال لي ايه؟ قال لي لا انا لو حطيت الحاجات بتاعتي على اليوتيوب هتتسرق. قلت له اساسا هو اصل هو بيكتب كلمات يعني بيكتب كلمات وبيلحن بعض الحاجات وبيغني او بينشد يعني. قلت له حتى لو في لحن من عندك اتسرق هنعرف ترجعه، لان انت مغنيه ووقت الحاجه اللي انت كاتبها دي هتبقى بوقت نازل على اليوتيوب مثلا او على اي برنامج مثلا او اي موقع من المواقع دي بوقت قبل ما اتغنت، وسهل جدا ان احنا نجيب لك حقوقك من ناحيه الملكيه الفكريه. بس اللي انت هتستفيده انك هتقدر انك تستفيد من النقد، من النقد عفوا، تمام، وهتقدر الناس تعرفك وهل انت ينفع تقتحم المجال ده فعلا ولا لا. قلت له كتير جدا نجحوا لما عملوا حاجه الاول والناس شافتها وبعد كده ابتدوا يعني ياخدوا الموضوع ده كمشروع. زي مثلا عندنا مثلا قناه قبيله، قناه باسم شو، ايا كان، كانوا على يوتيوب مجرد ناس عاديه جدا على يوتيوب، عملوا شويه شغل كده عجب الناس، الناس علقت لهم، خدوا من الانتقادات ديت طوروا نفسهم عملوا شغل احسن. دلوقتي مثلا وليكن مثلا باسم شو مثلا اهو، مثلا باسم يوسف مثلا دي برنامج في التلفزيون ومشهور جدا والناس بتحبه كتير جدا. نفس الفكرة، انت لازم بتصميمك دوت ما تاخدش التصميم بتاعك وتقول انا عامل تصميم ملوش حل، لا انا مش هوريه لحد كده، تبقى انت غلطان.
وريلي الناس، اعمل علامة مائية للتصميم بتاعك ماشي، حط اسمك على التصميم ماشي، بس لازم الناس تشوفه، لان لو انت ما خدتش نقد للتصميم بتاعك ده عمرك ما هتتطور، عمرك ما هتبقى كويس، عمرك ما هتوصل للمرحلة اللي انت عايز توصل لها. فبجد لازم اعمل تصميمات، انشر تصميماتك، خد تعليقات من الناس، استفيد من التعليقات دي انك تطور نفسك. ما مش تاخد تعليق من واحد قال لك التصميم بتاعك وحش تمام، او التصميم بتاعك ملوش لازمه، او انت ايه يا ابني اللي خلاك مصمم، او الى اخره من الحاجات ديت، خلاص تقفل وما تعملش وما تشتغلش في التصميم، استحاله. في ناس كتيره جدا بتهدم، في ناس كتيره جدا بتبقى ما بتفتش حاجه، ما تبصش للناس دي، فكر بانك انت عندك هدف عايز تنفذه ونفذه، ده اللي هيوصلك للمرحلة اللي انت عاوزها، انك انت تبقى مصمم محترف. رابع حاجة بقى، ودي اللي هنتكلم عنها بعد دوت، تمام، لازم زي ما انا قلت انشر تصميم حتى لو سي تمام، لازم تتقبله بصدر رحب، لانك انت لو خدت مثلا وليكن انت راسم الرسمه دي وخدتها وعرضتها مثلا على ديزاينر كبير جدا تمام، وقلت له ايه رايك في التصميم ده، هيطلع لك 650 مشكله في التصميم دوت. ده المعنى كده انك انت تمام تقول خلاص انا فاشل في التصميم ومش هعمل تصميمات ومش هشتغل خالص اطلاقا، بل بالعكس، ده انا اخد 650 تصميم دول واكتبهم كده واقعد تصميم تصميم افكر فيه لغايه ما اوصل لاحسن مستوى انا عايزه، وفي الاخر انت اللي هتستفيد مش حد تاني. وزي ما انا قلت قبل كده، في ناس بتبقى هدفها انها تطفشك من المجال ده، تبعدك عن المجال ده، ما تخليكش تمشي في المجال ده، حاسه انك انت احسن منها، مش عايزه تقول لك كده. فبجد على قد ما تاخد التعليقات وتهتم بيها، ما يهمكش ما تاخدش ما تشيلش في صدرك الكلام القاسي اللي انت ممكن تتعرضه، لانك هتتعرض لحاجات كتيره جدا. دي النصيحه الاخيره في متطلبات التصميم الناجح. انا قلت دلوقتي 10 حاجات، قلت فكره التصميم، وقلت ان اهم حاجه ان التصميم بتاعك يكون بيعبر عن فكره تمام، تاني حاجه الوان التصميم، واتكلمت قلت ان دي بتميز بين التصميم الجيد والتصميم السيء، وانا هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه، الدقه في التصميم تمام، يعني اكيد اي تصميم في الدنيا لو ما كانش دقيق مش هيطلع تمام زي التصميم الدقيق، ومش هيبقى جميل زي التصميم الدقيق. تناسق التصميم، لازم التصميم بتاعك يبقى متناسق كله مع بعض طبعا، اتناقشنا فيها. حفظ التصميم، ما تنساش تحفظ التصميم بتاعك بي اس دي، لان ده الاكستنشن السحري اللي ممكن بعد كده تعمل كل حاجه انت عاوزها تاني، ما تستخسرش في الكمبيوتر بتاعك مساحه تمام. انا واخد بس للفوتوشوب يعني برامج كده ملحقه خاصه بيا والقسم التاني فوتوشوب، بس ما بحطش اي حاجه غير برامج الويندوز والفوتوشوب على البارتيشن دوت بس تمام. ما تستخسرش في الفوتوشوب مساحه تمام. لازم تبقى دقيق جدا في الشغل بتاعك. خطوط التصميم زي ما اتكلمنا عنها، وقلنا ان في خط بيخلي الشغل بتاعك بروفيشنال، وفي خط بيوقع الشغل بتاعك. لازم تبقى متنوع بين التصميمات بتاعتك، ما تشتغلش في حاجه واحده بس. تميز بتوقيع، خلي لك توقيع كده منفرد بيعبر عنك وبيعبر عن شخصيتك. على فكره يا جماعه والله الموضوع التوقيع ده مش بيجي بسهوله، لا ده بيجي بعد عناء كتير جدا عشان تثبت على توقيع محدد. دي من اصعب الاشياء، يعني انا مثلا بقالي يعني مش عايز اقول مثلا 5 سنين او اكتر تمام، ورغم ذلك مش عارف اعمل توقيع اثبت عليه تمام. يعني هي دي فكره. انشر توقيعك، انشر تصميمك عفوا، يعني لازم زي ما انا قلت لكم تنشر التصميم بتاعكم عشان تقدر تقبل النقد اللي عليه. كل الانتقادات زي ما انا قلت لازم نتقبل الانتقادات بصدر رحب. في حاجه في اللي انا قلته ده كله مش مفهومه؟
في حد سألني بيقول لي ممكن أشهر الخطوط وأفضلها، يعني الحقيقة طبعا بصراحة صعب جدا أحط لك عدد الخطوط، بس أحاول على قد ما أقدر إن شاء الله يعني إن أنا أجيب لك أكبر عدد من الخطوط وأرفعهم لك على الفيسبوك وأقول لك حاضر. تقريبا في حد عمل سكرول للصفحة. طيب استاذنكم، في حد في الدعم الفني بيعمل سكرول للصفحة؟ هو محتاج حاجة من الداتا اللي تحت؟ استاذ انجي اماني صلاح بتقول ممكن سؤال خارج المحاضرة. طب استاذنك يا استاذ امين اماني، يعني استاذنك اخر المحاضرة وانا معاكي في اي حاجة ان شاء الله. حاضر، اخر المحاضرة بتاعتنا باذن الله. حاضر، هقول لك اخر محاضرة بتسأل على موضوع الخطوط. حاضر، هنتكلم فيها. حاضر، حد عنده اي استفسار تاني؟ على فكرة الدعم الفني ما ردش عليا برضك، وفي سكرولنج للصفحة بيحصل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيقول لو سمحت لحضرتك بعد إذنك تعيد النقط كلها بسرعة. أعيد إيه بالظبط؟ أعيد من أول المحاضرة ولا أعيد 10 نقط اللي أنا قلتها؟ 3D نظام و 3D ده موضوع خارج المحاضرة، ممكن حضرتك تقوله بس في آخر المحاضرة وأفهمهولك. انجينير، هو بس انا باخد نفسي بصراحه يعني، وحضرتك بتقول ممكن حضرتك تاجل المحاضره للاخر، الاسئله للاخر، انا باخد نفسي بصراحه وبعرف بعض اسئلتكم يعني، عشان نشوف الناس صاحيه معايا ولا نامت يعني. لا هو استاذ اماني برضك، هي دي مش محاضره اولى ولا دي سلسله، هي دي محاضره بس بتفهمك كده يعني ازاي تبقي مصممه محترفة. ممكن بعد كده ان شاء الله مع نظم المعلومات تكنولوجيا المعلومات هيبدأ محاضرات فوتوشوب، محاضرات تصميم، باكج تصميم كامل حضرتك تابعينا بس ان شاء الله، وهيبقى في محاضرات كتيرة في المجال ده. ايوب المغربي بيقول ما فهمتش جزء صور الفيكتور. صورة الفيكتور يا باشمهندس باختصار شديد جدا، صور الفيكتور ديت يعني عبارة عن صورة، مهما انت بص باختصار شديد جدا، صورة بتتعمل عن طريق برنامج اسمه انستريتور او الكولر درو، او تسحبها من سكانر، تسحبها من كاميرا، تمام؟ مهما انت كبر فيها مش هيحصل لها مشكلة معاك، مهما انت كبر فيها مش هتبسكن معاك، مش هتبكسل معاك عفوا، باختصار شديد جدا هي دي الصورة الفيكتور. يعني مثلا شايفين يا جماعة التدرجات اللي موجودة ديت، شايفينها؟ التدرجات ديت فيكتور، التدرجات اللي موجودة دي اللي هي الرسمة دي كده فيكتور. الصورة الايد اللي بترسم دي فيكتور. دي بقى لو انا خدتها وكبرت فيها مهما كبرت يعني مش عايز اقول لكم، ولا ان شاء الله لو حطيتها حتى 5 صمامات ورا بعض ولا يجرى لها اي حاجة. هل في كورسات للكولر درو؟ في كورسات ان شاء الله للكولر درو، تمام؟ طيب نرجع تاني نكمل. الفيكتور بيتعمل ببرنامج الانستريتور كولر درو، اقولها 5 مرات. قبل بس ما اخش في حته جديده برضك عايز اقول لكم يا جماعه اني مع الفكره الجيده اللي احنا بنتكلم عنها للتصميم والتأثير الجميل اللي انت بتعمله في التصميم بتاعك
والجديد والالوان والعمق اللي انت بتعمله التصميم بتاعك، في الاخر بتطلع تصميم. انا هكون معاكم في صد... يعني صريح جدا، انت مش من اول مره هتعمل تصميم متميز او تحس انك انت خطير قوي في التصميم بتاعك، لا الموضوع متدرج جدا يا جماعه. هتبتدي في الاول تعمل تصميم، يعني مش عارف، هتعمل تصميم افضل شويه من الاول، يعني شويه هتبتدي فعلا تعمل تصميم احسن احسن لغايه ما توصل للي انت عايز تعمله، او اللي انت فعلا شايفه مميز. انا اسف كلكم يا جماعه، يعني مع استمرار دوت حاجه من حياتكم، يعني بالظبط زي المصمم، زي الرسام. عارفين الرسام اللي بيعتبر ان الصوره ديت جزء من حياته، تمام، ان هي يعني باختصار شديد جدا هي فعلا بتبقى جزء من حياته ومن شخصيته. عشان كده فعلا الرسام لما بيبقى بيبيع صوره بيبقى صعبان عليه جدا. انا عايزكم برضو تعتبروا ان التصميم اللي انتوا بتعملوه ده جزء من حياتكم وجزء من شخصيتكم، وعايزكم فعلا تحسوا بانتماء الابوه للتصميم بتاعكم، لانك انت فعلا لو عملت فعلا تصميم او لوحه مميزه هتلاقي نفسك فعلا، يعني لو انت حطيت التصميم بتاعك ده في مثلا اللي هي مثلا شركه معينه، اعلان لشركه معينه مثلا، وشفت ان الاعلانات دوت مثلا موجوده في كل الشوارع وموجود في كل مكان، هتحس فعلا بانتمائك للتصميم، هتحس فعلا انك انت فرحان وفخور ان شركه فودافون خدت التصميم بتاعك، وان التصميم اللي موجود في الشركه ده واللي الشركه فرحانه بيه ده انت اللي عامله. هتحس فعلا ببساطة مثلا لما يبقى شركة زي شركة اتصالات او شركة موبينيل او شركة موبايلي او شركة اي شركة، يعني شركة كمبيوتر مثلا، مايكروسوفت، ايا كان، هي بتقول لك التصميم بتاعك جيد، يعني هي دي هتحس فعلا بمدى الاحساس انك انت متميز عن غيرك. بس ده بيجي ازاي بقى؟ بيجي تمرين كتير، طبق العشر خطوات اللي انا قلت لك عليهم دول. لو انت طبقت العشر خطوات دول والله العظيم هتطلع احسن تصميم فعلا. يعني يا جماعه انا مش بتكلم على الفوتوشوب، والله انا بس بطبق على الفوتوشوب عشان يعني بسهل عليكم شويه، عشان في ناس حضرت معايا فوتوشوب. انا بتكلم على اي حاجه، في اي تصميم في الدنيا، فلاش، يعني الستريتور، فوتوشوب متحرك ثابت، 3 دي، اي تصميم في الدنيا. بدل انت تبتدي من الف للصفر فيه، من الاي تو زد اللي فيه، تمام، انت اللي بتعمل كل حاجه فيه. بعدها لوحه فنيه انت عملتها. اللوحه الفنيه دي بقى انا عايزكم فعلا تبقوا مميزين فيها، تمام. طبعا ده كله يا جماعه والله ما هيجي الا لو اشتغلتوا كتير. اشتغلوا على قد ما تقدروا، اشتغلوا 30 ساعه، اشتغلوا في الشهر، اشتغلوا 50 ساعه في الشهر، اشتغلوا في اليوم 5 6 ساعات على الفوتوشوب. ما تزهقوش، ما تيأسوش، عشان توصلوا للي انتوا عايزينه. هنقول ال10 خطوات بسرعه طيب عشان تطلبوا منه. حاضر. اول حاجه تصميم، لا عفوا، في قبليها فكرة التصميم، ألوان التصميم، الدقة في التصميم، تناسق التصميم، حفظ التصميم. تاني حاجة خطوط التصميم وتنوع التصميم، توقيع، تميز بتوقيعك، عفوا، انشر تصميمك، تقبل الانتقادات أو الانتقادات. طيب حابب بقى اكلمكم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، ازاي تنتقي التصميم. زي ما بيقولوا كده، احنا اكثر احتراما من غيرنا. انت كمصمم بروفيشنال ما ينفعش تعمل اي حاجه، لا، لازم تعمل حاجه مميزه، لازم تعمل حاجه مختلفه عن غيرك، او في اسلوبك، في طريقتك. احنا على فكره كديزاينرز لما بنيجي نعمل ننتقي التصميمات بعض، عاملين صفحه كده على سايت على الفيسبوك، تمام، بننتقد فيها تصميمات بعض، التصميمات طبعا الكبيره المهمه اللي بتروح لشركات وحاجات زي كده.
والله العظيم التصميم احيانا نقد التصميم بيوصل لصفحة ونص وصفحتين قراءة، تقرأ نقد التصميم بتاعك بالتفصيل بقى كل حاجة. احنا بنعمل كده فعلا عشان احنا بنحب بعض وخايفين على بعض، فعشان كده احنا بنعمل الشكل دوت من النقد. فبالتالي نقدر ان احنا يعني نعمل ننتقد تصميم. لازم تحط في دماغك انك انت كناقد لتصميم ما، بكلمة واحدة ممكن تخلي شخص يكمل فعلا في مجال التصميم، كلمة وفي كلمة واحدة ممكن تخلي شخص يسيب مجال التصميم ويعتبر نفسه فاشل ومع عمره. ازاي تقيم تصميم؟ هما يعني بالظبط 7 حاجات، تمام، هما 8 حاجات، ماشي، 8 حاجات. ازاي فيهم تقيم تصميم؟ اول حاجة توضح رأيك عن الفكرة كلها، توضح رأيك عن الفكرة كلها وعن التصميم. يعني انا عايز اجيب لكم صورة كده عشان بس يبقى ايه الكلام يعني نورمال. دي قدامي صورة طفلة، تمام، جات لي انا الشخص ده عامل التصميم ده، بيقول لي لو سمحت انتقد لي هذا التصميم، تمام. اول حاجة بفكر فيه انا كده يا جماعة، هقفل العمل ديسيبل للشاتنج عشان ايه، عشان انا مش هشوف خالص كده. اول حاجة قدامي دلوقتي في التصميم دوت، انا كده انا عايز الناس كلها تشوف كل الحاجة، تمام. اول حاجة بقول رأيي عن التصميم بكله. اه والله صورة البنت دي صورة جميلة جدا، انت عامل تصميم مبتكر الحقيقة، انت فكرتك جديدة جدا في التصميم الحقيقة، بصراحة تشكر عني. ده رقم واحد، بس انا بصراحة شايف ان تصميم البنت ديت يعني ما ارتقش لمجال تصميم، دي صورة ومعمولة شوية معالجة مش تصميم، يعني انا عايز تصميم تصميم، معلش. نجيب حاجة بقى من التصميمات بتاعتنا، طيب عندي تصميمين، التصميم بالشكل دوت، ومطلوب مني ان انا اشتغل فيه او اقول نقد ليه. اول حاجة زي ما بقول لكم قلنا بنوضح رأينا على التصميم كله او الفكرة كلها، تمام، وبنقول اه والله دي فكرة تصميم جيد، تمام. حاجة بتكلم عن الصور المستخدمة في التصميم دوت، يعني عناصر التصميم ده، يعني مثلا الصورة دي طبعا انا مش عارف ازوم على الصورة شوية اهي،
تمام. الشغل الفيكتور معمول في التصميم دوت مثلا، الشغل الفيكتور اللي فوق دوت، باخد جزء من التصميم دوت تمام. دي بتكلم عنه بقى، يعني مثلا اقول ايه، بتكلم عن جمال الصورة المستخدمة تمام، اتكلم عن دقة الصورة، هل الصورة فعلا متماسكة. طبعا انا مش بتكلم عن الصورة كمجمل هنا، انا بتكلم عن كل عنصر من عناصر الصورة تمام. طبعا مش هتتقل مرتبة ان انا همسك مثلا قبل الافتتاح دي لوحدها تمام واجيبها، لا طبعا مش ده مش منطقي. بس المنطقي في ايه، ان مثلا حاجة زي الشغل الفيكتور المعمول في الخلفية ده مثلا لازم اتكلم عنه باستقلالية، الشغل الشعار ده مثلا لازم اتكلم عنه باستقلالية تمام، الشغل الفيكتور المعمول تحت دوت او لازم اتناقش عنه باستقلالية. يبقى انا بتكلم بقى ايه، بتكلم عن الصور المستخدمة في التصميم من حيث، هتكلم فيها من حيث ايه بقى، من حيث جمال الصورة، هل الصورة جميلة ولا الصورة سيئة تمام، دقة الصورة، هل الصورة دقيقة فعلا، دقتها عالية ولا لما بسكيلا اللي احنا كنا بنتكلم عنه تمام، في اختيار الصورة في التصميم تمام، حجم الصورة، هل حجم الصورة مناسب ولا لا. يعني ما انا ممكن ابقى عامل كلمة الشعار ده يبقى حجمه مش مناسب، انا شايف ان حجم الشعار ده مثلا محتاج يكبر شوية او محتاج يصغر شوية ايا كان. طيب طريقة وضعها في التصميم، هل التصميم دوت، هل طريقة وضع الصورة دي في التصميم مناسبة ولا محتاجة كانت تنزل تحت أحسن، ولا محتاجة تطلع فوق، ولا محتاجة إنها تتشال أساسا، ولا إيه وضع الصورة في التصميم. يبقى ده في إيه، تكلم عن الصور المستخدمة في التصميم تمام. طيب الدمج بقى بتاع الصورة والتأثيرات المستخدمة في الصورة، يعني الراجل ده شغله عمل إيه في الصورة بصراحة يعني تمام. طيب هل اكمل شغل اللايرات ده ولا لا، ايه التأثيرات المستخدمة على الصورة، ايه الافكتس اللي عمله في الصورة تمام. طريقة هل الشغل الفيكتور برضو اللي عمله بره دوت مناسب ولا لا، هل الالوان اللي عملها بره دي ظريفة ولا فيها حدة شوية، كل الشغل ده بتكلم عنه بالتفصيل. طيب رابع حاجة بتكلم عنها، مين بتاعي متناسق مع النص ومع الصور والتأثيرات ولا لا. يعني الحاجات اللي انا اتكلمت عنها في الاول اللي هي الصور المستخدمة في التصميم، دمج التأثيرات المستخدمة في التصميم، هل بقى متناسقة بقى، متناسق، هل التصميم ده متناسق مع النص، متناسق مع الصور، متناسق مع التأثيرات ولا لا. لو في اي مشكلة المفروض بجاوب عليها. طبعا انا بجاوب بشكل مجمل، يعني مسألة سين واحد اجابتها كذا، سين اتنين اجابتها كذا، لا طبعا هنقول لكم ازاي تجاوب طبعا يعني. طيب خامس حاجة كيفية انتقاء، القي نظرة عامة اخيرة عن التصميم بقى، نذكر نقاط الضعف في التصميم تمام، قول والله انا شايف ان التصميم ده ينقصه واحد، ينقصه اتنين، ينقصه تلاتة، بشكل مجمل بقى خلاص. او لو في حاجة مثلا انت مش لاقي لها مكان فوق فعايز توضحها في القسم دوت ماشي. خامس حاجة، سادس حاجة عفوا، اذكر الاشياء التي ترى انها تحتاج لتعديل او اعادة نظر. يعني انت فوق بتقول ايه، والله انا شايف ان نقطة ضعف التصميم ده ان الالوان مثلا هنا هوت تمام كانت يعني سيلت منك شوية وانت بترسم، او ان هو الحتة دي مثلا انا مش عاجباني تمام، في غيري ممكن تعجبه، في حد يقول لك لا الموف ده كان مش ظريف تمام. اجي هنا تحت بقى اقول له ايه، انت عارف لو كنت عملت الموف ده تمام بنك زي اللي موجود كان هيبقى شكله احلى، انت عارف لو ما كنتش سيلتها كده كان هيبقى شكلها احلى. يعني تدي له ايه، اجابه للي انت عملته فوق تمام. يعني انت بتقول لي الحته دي مش ظريفه، طب ايه الحلو فيها تمام، قول لي بقى انت طب بتتعمل ازاي، وصلت. طيب بس طبعا يعني احنا لما بتذكر الاشياء اللي بتحتاج تعديل فضل طبعا في الاول انك بتذكر ان التصميم كله حاجات سيئة، لا لا كل الايجابيات اللي موجودة في التصميم هي وكذا 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 تمام. وبعد كده بنقول له والله ايه انت محتاج انك تعمل كذا على التصميم، تزود كذا على التصميم ككل بقى تمام. انا مش بتكلم هنا
على جزء معين في التصميم، لا انا بتكلم عن التصميم ككل، تمام. اقول له والله مثلا لو انت ضفت اطار على التصميم ده كان هيبقى مذهل، تمام. اقول له والله انت ايه مثلا تصميمك مميز جدا، بس الخط بتاعك لو كنت استخدمت خط مش عارف ايه كان هيبقى افضل، تمام. بلاش بقى مثلا نقول كلام عالي قوي، مثلا زي مثلا ايه يا عم ما انت مصمم اساسا، تمام يا عم بقى والله للاسف يعني مجانية التعليم هي السبب. بلاش نقول له بقى الكلام الفارغ ده مثلا، يعني بلاش بقى نقول لواحد مثلا يا فاشل، اللي هو كلام اللي هو يعني صعب انه يتقال يعني في اي حتة يعني، ماشي. فخلينا دايما يعني ايه ديمقراطيين في آرائنا. النظرة النفسية دي رقم 8 معانا. ايه النظرة النفسية دي بقى؟ احيانا فعلا بنلاحظ ان في تصميمات كثيرة جدا، تمام، لا تستحق حتى الاحترام، لانها لا تمت للتصميمات بصلة. ده حقيقي، كلنا بنقابلها على الفيسبوك، على الفيسبوك والى اخره. بس التصميمات دي بتبص تنزل تحت على الكومنتات بتاعتها، بص لي والله انت عندك حق، والله ده انت تصميمك روعه، والله ده انت رهيب، والله ده انت عارف ايه، والله بقى الى اخر التصميمات. الكلام ده بيتكتب ليه والكلام ده بيتقال ليه؟ لان اللي بيكتب الكلام ده او بينتقد التصميم ده بيبص للتصميم كنظره مختلفه عن النظره اللي انت بتبص ليها. بمعنى شكل اوضح او بشكل اوضح، ان احيانا مثلا تصميم سياسي حاطين صورة رئيس مثلا جمهورية لا يستحق انه يكون رئيس، ومثلا ايه وكل اللي عمله مثلا كاتب تحت الرئيس مثلا يسقط فلان، الناس كلها راحت عاملة كومنت على الراجل ده، هو مش عامل تصميم بس الناس بصت للصورة بالمعنى اللي مقصود بيها، مش بصت للصورة تمام على انها شغل فوتوشوب. هو ده اللي خلى فعلا التصميم يبقى مميز من وجهة نظره، تمام. احنا عندنا 5 طرق لنظرة الشخص للتصميم. اللي بينتظر الجمال وضع طبيعي لما يلاقي صورة فيها الوان جميلة، لون احمر لون اخضر لون اصفر لون زاهية، تمام. صورة فيها مثلا حاجات مثلا افكتس عالي كده، هيقول والله الصورة دي جميلة، مش هيبص بقى لمعنى الصورة ولا هدف الصورة ولا كل الكلام ده، هو يهم انه ايه الصورة فيها الوان وفيها شغل وبتاع، فقال لك الصورة دي جميلة. واحد تاني بينظر لمعنى الصورة زي ما انا قلت لكم، معنى سياسي، معنى اجتماعي، معنى مثلا يعني مثلا واحد جايب صورة مثلا طفل يتيم وبيقولوا تبرع على الوطن، معنى اجتماعي تمام كده، فمش هيهمه بقى طريقتك اصلك، طريقة اصلك للصورة، اصلك عملت مش عارف ايه في الصورة، اصلك عملت ايه، كل دوت مش هيهمه. هو كل اللي هيهمه التصميم، ان التصميم ده بيوصل له معنى معين. الهدف، اللي بينتظر الهدف من التصميم مش هيهمه دقة التصميم ولا حاجة، هو عايز الهدف اللي بيرمي التصميم. يعني في واحد يعمل تصميم خطير جدا بس في الاخر هو هدفه من التصميم دوت ايه، الاعلان، انه يقول مثلا ايه بن مش عارف كذا كذا، تمام، يبقى ايه هو بيهدف من التصميم ده كله لان هو يعلن عن المتجر بتاعه بس، لا بقى بيبص لا هدفه من التصميم، تمام، الجمال ولا هدف المعنى ولا اي لين. فاللي بينتظر هدف لو المتلقي وصل له الهدف هيقول له كومنتات ظريفه جدا وهيعلق له تعليقات ظريفه، مش مهم بقى المعنى ولا المهم الجمال بتاع الصوره ولا اي حاجه. اللي بينتظر بقى اداء، تمام، ده ما بنبصش للمعنى ولا بيبص للهدف، لا ده بقى اللي احنا محتاجينه كفوتوشوب واللي بنطلبه من بعض، اللي هو بنسميه الانتقاد اللي هو بتوع الجرافيك، انت ازاي استخدمت الادوات دي وطوعتها مع بعض عشان تطلع لي الصورة دي. لذلك انا لما كنت بدي قبل كده محاضرات فوتوشوب هنا في المركز ما كنتش بطلب من اي حد يبعت لي صورة الا لما يبعت لي البي اس دي بتاع الصورة عشان اعرف الشخص ده عمل الصورة ازاي، وصلت الصورة، وصلت الصورة. اللي بينتظر التميز طبعا التميز ده بقى بيبقى عنصر يعني مختلف عن كل العناصر. ليه؟ لانه بيبقى عنصر يعني دايما مميز،
تمام في حتة ايه؟ انا دلوقتي بعمل مثلا طالب منكم مسابقة مثلا، بقول يا جماعة احنا افضل تصميم هياخد جايزة، تمام؟ انا هنا ببص لعنصر التميز اللي موجود في التصميم، مش هبص لا هدف ولا معنى ولا جمال ولا اداء ولا اي حاجة، لا التصميم المميز هو اللي هياخد احسن تقدير. فدي دايما بتبقى في المسابقات اللي بتبقى بين المصممين وبين بعضهم، عايز يعرف عنصر التميز اللي موجود في التصميم ده عن كل التصميمات، تمام؟ هي دي النظرة النفسية اللي لازم نراعيها، تمام؟ في انتقاد التصميم وفي نقد التصميم، وان احنا طبعا قبل اي حاجة لازم نتقبل نقد بعض. هنخش على جزئية تانية، الالوان. انا الالوان عندي انا ممكن اقولها في ساعتين لوحدها، فطبعا انا عارف ان انتوا مش هتقدروا تكملوا معايا ساعتين وانا هقدر اكمل ساعتين، فانا هديكوا يعني خطوط عريضة عنها، ماشي؟ بقفل السكرين شير كده عشان اشوف الناس يعني وضعها ايه. يعني الالوان يا جماعه هتاخد وقت طويل جدا في شرحها، فانا يعني عشان ما اقدرش اشرحها لكم كلها بالتفصيل، كل اللي اقولها لكم اقول لكم معلومات عنها، تمام؟ تقدروا انكم تفهموا يعني ايه الوان، وان شاء الله باذن الله يعني انا اعمل لكم محاضرات متخصصه في موضوع الالوان ده، تمام؟ نظرية الألوان. إيه نظرية الألوان دي يا جماعة؟ في ثلاث نظريات للألوان باختصار شديد جدا كده، تبقى عارف إن في ثلاث نظريات مفيدة جدا في تعليم الألوان. أنا مش هتطرق ليهم حالا لأن لو تطرقت ليهم يبقى بهزر يعني، تمام؟ بس اللي أنا عايزك تفهمه في الألوان إن اللون نقطة حاسمة في تعملها. والله بقى لو هتصمم لوحة تشكيلية، لو هتصمم رسوم، تعمل رسوم بشغل الفيكتورز والجو ده، او رسوم حتى باليد، مهما كنت هتعمل لغاية العصر اللي احنا فيه دلوقتي، لغايتك في الكمبيوتر ومع التقنيات العالية جدا، اللون عنصر اساسي. زي ما احنا قلنا في ثلاث نظريات للون، صعب جدا اتطرق ليهم، بس كل اللي انا عايزكم تفهموها ان احنا خدنا حاجه اسمها عجله اللون. عجله اللون دي اشرحها لكم على فوتوشوب اكتر عشان تبقى باينه. عجله اللون يا جماعه اهي، طبعا مش شرط عجله اللون تبقى مدوره يعني، تمام؟ بس يعني ايه، هي دي برضو نفس الهدف المقصود بيها. دي يا جماعه عبارة عن باليت الألوان بتاعتك، فيها كل الألوان اللي أنت عاوزها، أحمر أخضر أزرق أسود أزرق، طبعا زي ما أنت عايز. في تلات في أشكال كتير، طبعا إحنا عارفين إن في تلات ألوان رئيسية، في الأحمر وفي الأخضر وفي الأزرق. في الأحمر وفي الأخضر، عفوا أحمر وأصفر وأزرق، أحمر واصفر وازرق، دي الالوان الرئيسيه. النظريات بقى بتقول ان احنا لو خلطنا الوان رئيسيه مع بعضها بتطلعنا، لو خلطنا لون ثانوي مع لون رئيسي بتطلعنا لون، لو خلطنا لونين ثانويين مع بعض هيطلعوا لون خامس. ده بمنتهى يعني التلخيص اللي انا بحاول ان الخصه لكم دلوقتي يعني، تمام؟ اللي انا عايزكم تعرفوه في موضوع الالوان ده ان في حاجة اسمها ألوان دافئة اللي هي الألوان الساخنة يعني بمعنى أصح، زي اللون الأحمر، زي اللون الأصفر، زي اللون البرتقالي، ودي يا جماعة دايما بتبقى موجودة، تمام؟ في الألوان يعني مثلا إيه، لو أنا عايز أعبر عن ثورة، تمام؟ مش هينفع أعبر عن ثورة باللون البنفسجي أو باللون الأزرق، ثورة لازم أعبر عنها بلون أحمر.
تعرب عن غضب اصفر برتقاني هتعرب الوان قويه جدا، تمام؟ فعشان كده سميت بالوان الدافئه. الالوان البارده معروفه جدا طبعا، الاخضر والازرق والبنفسجي، كل الدرجات من الالوان دي بتطلع الوان بارده. طبعا دي بتتكلم عن هدوء، صفاء، نقاء، سماء، ثلج، الوان هاديه، كل دي ثقه، كل دي تقدر تستخدم فيها الالوان البارده، الوان التكامليه. لو احنا شفنا هنا اهوت عندنا فوتوشوب مثلا كمثال، هتلاقي ايه؟ ادي لون، هتلاقي لون مقابل ليه، ده اسمه لون تكاملي. يعني اللون ده يمشي مع اللون ده بمنتهى الجمال، اللون ده يمشي يعني الازرق يمشي مع الابيض اهو، ده لون تكاملي. الازرق اللي هنا ده اهو يمشي مع الموف اهو، لون تكاملي. الاحمر يمشي مع البينك، لون تكاملي. البرتقاني يمشي مع الاصفر، لون تكاملي. الاخضر يمشي مع اللبني، لون تكاملي، لان اللون ده بيقابل ليه على طول اللون التاني، ده اسمه الوان تكامليه. تمام. طبعا الالوان التكامليه دي طبعا بتدي حماس قوي جدا للصوره، بتخلي الصوره جميله جدا 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 يعني. وطبعا لان بيحصل نوع من التطابق للون، يعني تخيل انت مثلا جايب الاحمر بكل تدرجاته في صوره، عامل الاحمر ومع الاخضر ممتاز جدا، عامل يعني بص ممكن تحط اي لون تكاملي مع بعضه هيديك تناغم عجيب جدا الالوان، تحس فعلا التصميم بتاعك ممتاز. طيب الوان التماثليه، الوان التماثليه دي يا جماعه تعتبر يا جماعه بتبقى متناسقه بشكل جيد جدا جدا جدا، تمام. مش عايز برضك من الوان اللي بتبقى متوازنه وبتعمل توازن في الصوره عالي جدا. ودايما شركات بتستخدم الوان التماثليه، يعني شركات دايما بتستخدم الوان التماثليه. طبعا دي طبعا زي اللون البنفسجي والازرق، وزي ما بتوضح عندكم يعني اللون بتعتبر الوان تماثليه. الالوان المثلثيه دي بقى ودي اللي مالهاش شرح عندنا، بس انا هشرحها لكم باختصار شديد جدا. الالوان المثلثيه دي يا جماعه بصوا عايزكم يعني كده، لو انت دخلت على الانترنت، انا ممكن تخش على الانترنت وتعمل سيرش، تكتب عجله الالوان، عجله الالوان، هتجيب عجله الالوان كده اهوت، وقف عند في عجله الالوان في اي حته، واعمل مثلث، واعمل مثلث زي ما انتم شايفين كده اهوت. المثلث ده اي ثلاث الوان مع بعض، اي ثلاث الوان مع بعض من المثلث هتلاقيهم بيتقبلوا مع بعض. بس خلي بالك لازم تعمل مثلث متساوي الاضلاع، يعني يبقى الطول قد العرض قد يعني الثلاث اضلاع قد بعضهم. ما ينفعش انك انت تعمل مثلث ويبقى زاويه منفرجه وزاويه لا، مثلث متساوي الاضلاع. لو انت عملت مثلث متساوي الاضلاع في عجله الوان، اثق ان المشروع بتاعك هيبقى يعني في منتهى الجمال. هو انا يا جماعه طيب انا شرحت السي ام اي كي او اتكلمت عنها. انا شايف ناس بتكتب سي ام اي كي وفي قبلها ام سي واي كي مش فاهم، وار جي بي، انا ما بتكلمش في الحاجات دي خالص. ما علينا ما علينا. طيب يبقى احنا كده يا جماعه زي ما اتكلمنا تاني، خد اي ثلاث الوان في مثلث كامل هتلاقي الثلاث الوان دول بيتناسقوا مع بعض على طول. طيب يا جماعه باشمهندس انت صدعت لي دماغي وما فهمتش انا هعمل ايه بالكلام ده كله. هقول لك باختصار شديد جدا عشان اريحك وتريحني. لما تحب تعمل شوف انت هتعمل ايه، هتعمل تصميم بيتكلم عن ثوره، بيتكلم عن غضب، بيتكلم عن حاجه قويه عايز تعبر بيها بقوه، يبقى انت محتاج ان تشوف كل الالوان الدافئه ايه وتدريجاتها وتقدر تستخدمها بسهوله. محتاج انك انت تتكلم عن هدوء، راحه، تصميم خفيف سيمبل، تصميم انت مريح للعين، يبقى بتتكلم في الالوان البارده، وتقدر تخش على الانترنت وتبحث عن الالوان البارده وتجيب كل تدرجاتها وتقدر تشتغل عن طريقها. الوان تكامليه، الوان تماثليه، الوان مثلثيه، شغل شركات على طول. والالوان المثلثيه دي يعني بتدي التصميم بتاعك قوه ملهاش حل، انك تاخد تلات الوان يعني مثلا وليكن مثلا في الالوان المثلثيه يعني مثلا دي بتاخد مثلا احمر وازرق واصفر، الوان مثلثيه احمر وازرق واصفر، تخيل تصميم في احمر وازرق واصفر، تصميم قوي جدا. عشان كده ده بيتعمل دايما بيه اللوجو، اللوجو بتاع الشركات، تمام، بيتعمل بيه الخطوط الدعائيه اللي هي اللي انت شايفها كده تحس ان عينك مزغلله
الا من كتر الالوان اللي فيها. تمام، هي دي الايه الالوان المثلثيه. طيب هنتكلم عن سمات المصمم الناجح. ايه هي سمات المصمم الناجح؟ تبقى مصمم ناجح اكيد لازم يبقى عندك سمات معينه. انا في مجموعه سمات كده جمعتها من واقع يعني شغلي في الفوتوشوب وفي التصميمات والجرافيك والكلام من ده، شفتها في ناس. طب معلش يا جماعه استاذنكم، بس لو في اي حد عنده سؤال انا هقعد معاه في اخر المحاضره واسمع كل الاسئله، بس عشان نخلص المحاضره لان كده الوقت يعني اتاخرنا شويه. طيب زي ما بقول، سمات المصمم الناجح من كتر ما الواحد عاش الناس في التصميمات والجرافيكس وبتاع، بحس فعلا ان الشخص الديزاينر ده بالذات الديزاينرز الكبار يعني بيبقى ليهم سمات مختلفه عن تلات ارباع البشر. تمام، ايه السمات اللي هي دي؟ مفيش اي ديزاينر في الدنيا بيحب الروتين. طبعا احنا يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بنتمتع بالروتين يعني في حياتنا كلها. اما الديزاينر ما بيحبش حاجه اسمها روتين، ما يتقوش. الديزاينر ما بيحبش يرسم نفسه بقواعد مش داخله دماغه، يعني ما بيهتمش باي قاعده مش داخله دماغه بيرميها ورا. طبعا ديزاينر دايما من كنت شفت كتير جدا من الديزاينرز بيبقوا شخص عندهم يعني مرح وطبيعتهم وما بيحبوش الكئيبه. مولدين افكار، دايما تلاقي مزينر كده قاعد بيفكر بتفكيرات. عفوا يا جماعه، اي لينكات خارجه هيتعمل بلوك. كلنا والله ما بنحبش الروتين على فكره. المبتكر ما بيحبش التقليد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيبص للحاجه من منظور مختلف عن كل الناس، وطبعا ده بيبان جامد لما انت بتشوف تصميم بصفتك انك انت ديزاينر مش بيبقى عاجبك التصميم كده، مش بتبص للتصميم ان هو الوانه حلوه وخلاص، لا بتبص للتصميم وتبتدي تفصصه وتشوف هو عمل الالوان ده ازاي والخط ده ازاي والجو ده ازاي، وبعدين تبتدي تقول ايه رايك. تمام، ممكن يبقى رايي كويس، يعني تقول انك التصميم ده كويس، الناس كلها شايفه ان التصميم ده كويس وانت الوحيد اللي شايف ان التصميم ده غلط او التصميم ده مش حلو. عفوا يعني فاهم، بيبقى كتير جدا من الناس دي بتبقى عايزه كل حاجه، بتبقى عايزه كل حاجه جميله من حواليها، بتقرا في حاجه اسمها اهمال، ما بتحبش التقصير. بيحب يعرف اساس كل حاجه وبيفضل يعني وراها لغايه ما يجيبها وبيجيب اساسها. بيحب ينجز، ما بيحبش عمله مثلا لتاني يوم ويقول انا خلي التصميم ده بكره او بتاع، لا ده التصميم جه وقته وحل ميعاده لازم يخلصه على طول. ما بيهمتش الا لما يجيب اخر الحاجه. تمام، يعني برضو دي من الحاجات اللي شفتها كتير في ناس يعني ديزاينرز، دائما الخروج على النص، ودي الحمد لله يعني انا بتمتع فيها جامد جدا. دايما من الديزاينرز اللي بتجيلي يعني يبقى طالب مني خمس حاجات اعمل له 10، يقول لي يا عم طالب منك خمس حاجات في التصميم، ايه ال10 اللي انت عاملهم دول؟ اقول له دي حاجات اوفرز، حاجات ادفانسد كده من عندي عشان اطلع لك التصميم بتاعك حلو. يعني عنيد، وده حقيقي فعلا. في نفس الوقت هو فكرة اي شركه، لان في شركات كتيره جدا يعني بتعتبر الديزاينر ده بتدلع اخر دلع، لان هي عارفه انها من غيره مش هتبقى حاجه. تمام، وفعلا بيقدر يعرف مين قدامه، بتعرف ان الشخص ده فعلا ديزاينر ولا بيستهبل ولا ايه اخره. بصوا يا جماعه باختصار شديد جدا، راجل الديزاينر ده دماغ، راجل دماغ. تمام، بصراحه يعني فاستنباطي اللي انا قلتها ديت عشان انتوا تسمعوها كويس قوي وتعوها تحاولوا تطبقوها. يعني عايزكم فعلا يا جماعه تتخلصوا من اي حاجه اسمها روتين. ما ينفعش ديزاينر يبقى روتين، يعني ما ينفعش مثلا انت كراجل ديزاينر قاعد في الشركه، تمام، المدير بتاعك بيقول لك مثلا ايه لازم العميل مثلا قبل ما تعملوا التصميم بتاعه يروح ياخد ورقه من تحت ويطلع يمضيها عشان تعمل له ديزاينر. كل الكلام ده فكك منه، انت راجل ديزاينر، ما فكك من اي روتين. قول له انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا دخل لي حد بيطلب مني تصميم هعمله له.
خلاص ده تخصصي، وكل التفاصيل الأخرى دي لازم تروح في حياتك كلها يا جماعة على فكرة. طيب سمعت لأنك كاتبها هنا اهوت. مصادر المصمم يا جماعة، مصادر المصمم طبعا معروفة، مصادر أي مصمم لازم يكون عنده مصادر كتيرة جدا. طبعا لو أنا اتكلمت مثلا وليكن عن الفوتوشوب أهو، تمام، أنا مش هجيب لكم من بعيد، أنا مثلا بشتغل فوتوشوب وبشتغل تريتر وحاجات دي والجو من دوت. بصوا أهي قاعدة بيانات، قاعدة بيانات كاملة، تمام، الفوتوشوب بقسمها، تمام، طبعا مش فوتوشوب بس، طيب. هو في جانب تعليق ظريف جدا برضك من أستاذة انجي روما، بتقول خلي بالك برضك ان دايما لازم غصب عنك تراعي العميل عاوز ايه، ودي اكتر حاجة بتحجم الديزاينر في التصميم، بمعنى صح اكثر حاجة بتخنقه. طيب هو طبعا ده كلامك ده 100%، ده بيبقى موجود في الشركات طبعا كتير يعني، بس انا المقصود من الكلام بتاعي مش ان انك تعملي حاجه مش العميل مش عاوزها، لا، بس انت لو شايفه ان في حاجه هتتعمل صح وهتخليك التصميم بتاعك ده ناجح، ما اعتقدش ان في اي حد مش يعني هيعترض عليك. يعني مثلا انا لو الديزاينرز بتاعي مثلا بيقول لي اعمل التصميم بتاعي تمام بالشكل ده، وانا جيت ضفت له مثلا لونت له الازازه اللي في الخلف ده، هو ما كانش طالب مني ده، هل ده هيأثر على الديزاينر، هيأثر على العميل؟ استحاله طبعا، ده بالعكس ده هيفرح ان انت عملت له حاجه اضافيه خليت له شغله افضل. وبعدين اصل برضو حضرتك ممكن تكوني بتتكلمي في شكل واقعي يعني في بلدك او في مؤسستك هنا، تمام، اما في بلاد بره لا، الموضوع بيبقى مختلف شويه عن هنا في مصر يعني. طيب هنرجع تاني. اول حاجه مصدر المصمم زي ما انا بوريكم زي حضراتكم اهوت، تمام، دي مكتبه كامله فيها كل اي حاجه انت عايزينها للديزاينرز، تمام، تقسيمه متقسمه اكشنز وبراشز وديزاينرز، الديزاينرز بتاعتي اصلا خاصه بيا، وفلاتر، فونتس مثلا عايز مكتبه فونتس كامله، جريدنت مثلا مكتبه جريدنت، برنت باترنز مثلا، بروجرامز مثلا اللي هي فوتوشوب والانستريتورز وكل البرامج الخاصه مثلا بشركه ادوبي، ادوبي مثلا بي سي سويت موجوده عندي، بيز دي مثلا لو انا بيز دي مثلا عاملها ليا خاصه بيا، او بيز دي مثلا جايبها من على النت تاخد منها افكار مقترحات، ريندرز مثلا شغل اللي هو بيبقى جاي بدل مثلا ما اخد مثلا صوره فنان واقعد ان انا اقص فيها، لا ده انا بقص حاجتي وشغلي مثلا وبخليه ان هو جاهز قدامي لما بحتاجه. دي مثلا عندك مثلا دي بتبقى بعض الحاجات الخاصه مثلا بالشكل دوت، ستوكس مثلا اللي هي فيها الصور بتاعتك او مخزن الصور بتاعتك، ستايلز مثلا، تكسترز مثلا دي الحاجات التعليميه مثلا، فيكسور، كل دوت حاجات انت بتحتاجها كمصمم فوتوشوب. مثلا الملف ده مثلا فيه التقسيمه دي كلها، تمام، في حد عنده مشكله في التقسيمه دي؟ في حد محتاج التقسيمه دي يا جماعه؟ بالكوا بس على البيج، في حد يا جماعه محتاج؟ خلاص ماشي هجيبها لكم حالا. طيب حاضر. طيب انا هجيبها لكم، بس انا كنت عامل لها ابلود على النت، حاضر اديها لكم، حاضر. برضو يا جماعه انصحكم نصيحه كبيره جدا انك انت دايما تبقى انت عامل تقسيمه ليك مثلا في ده كده الملف ده يا جماعه، الفولدر ده على الانترنت، ده فولدر على الانترنت باك اب، تمام، تبقى عامل دايما ليك باك اب على الانترنت في معظم الشغل بتاعك، تمام، معظم شغلك تبقى يبقى معمول له باك اب على الانترنت، تمام، عشان انت لما تحتاج حاجه او لما تحب ترجع على حاجه بسرعه تجيبها من على الانترنت، مش لسه تعمل لها ابلود ومش تعمل لا، تبقى ثلاث ارباع حاجات مهمه. يعني مثلا انت بتعمل ريفيو لشخص مثلا، البروفيو اللي بتعمله لشخص معين ده مثلا لازم
تبقى انت عامل له ابلود على طول، عشان لما يطلبوا منك تقوم داخل على ماي ديزاين جايب الشغل بتاعك ومديهوله على طول. تمام. فدي نصيحة يعني بنصحها عليكم كلهم، دايما الديزاينز بتاعك مثلا يبقى موجود كده على الانترنت على طول جاهز. مثلا انت عندك مثلا عايز مثلا يبقى برضو شغلك، لو انت مثلا محتاج شغل او بتاع، تبقى ايه شغل البرامج بتاعتك موجودة، السيرفكتس مثلا بتاعتك موجودة، شغلك موجود يعني. تقريبا انا مش عارف انا حطيته فين الحقيقة. تقريبا اهو. لا يا جماعة انا ما قلتش ويندوز ايزر خالص يا جماعة، ده باك اب موقع باك اب، مش اكثر من ذلك يعني، زي صفحة انترنت برضك. لا مش موجود. معلش بس هو تقيل شوية يا جماعة. تقريبا هنا في ماي سيرتيفيكت. التقسيمة الخاصة بالصور، الرب اللينك شغال عشان محدش يقول لي اللينك شغال، اللينك شغال تماما، لينك مباشر. المحاضرة مظبوط على ساعتين. مديت الوقت صح؟ هو زي ما بيقول حضرتك كده، تفتح على طول اللينك وهيتسيف معاك على طول. طيب نكمل كلامنا، جزاك الله اياكم. مش ايوه دي
اللينك دقيقة واحدة يا جماعة، شوف في مشكلة بس. بعتذر عن التأخير. تمام، نرجع تاني. طيب تاني حاجة يا جماعة، ذكاء المصمم. طبعا احنا قلنا بتبقى حاجة لازم توصل المعلومة اللي انت عاوزها بسهولة. الذكاء المصمم يا جماعه، لازم المصمم يقدر يستخدم ذكائه ازاي، وامتى يعمل ديت وامتى ما يعملش ديت، تمام، وامتى يحط مجهوده في الشغل دوت، وامتى ما يكبر دماغه وما يحطش مجهوده خالص ويعمل شغل عادي، تمام، وامتى دي تعمل، لو عمل شغل او عمل مجهود في التصميم ده هيفرق فعلا تصميمه. كل الحاجات ديت بتيجي بالخبره طبعا وبذكائك وباستخدام دماغك. تاني حاجة استقلية المصمم، لازم المصمم يا جماعة يبقى مستقل في شغله، تمام، ولازم يبقى عنده الاساسيات للبحث عن الحاجة اللي هو عاوزها، زي ما انت شفته في التقسيمة اللي موجودة ديت، ازاي الستايلز موجودة، يعني ايه ستايلز. انت ممكن، انا يا جماعة اول ما دخلت على الانترنت كنت متخيل لما اكتب عند جوجل كلمة باشز او فرش، تمام، هيطلع لي فرش دهان مثلا، فرش سنان، ايا كان، كنت متخيل اساسا ان عمره ان هو هيطلع لي برش بتاعت الفوتوشوب. فلازم يبقى انت عندك الثقافه ديت، لازم يبقى عندك ثقافه يعني ايه برش، يعني ايه ستايل، يعني ايه الفونتس، كل الحاجات ديت لازم يكون عندك الثقافه بتاعتها، تعرف ازاي تستغلها، تمام، ولازم طبعا يكون عندك استقلاليه في شغلك. شوف شغل غيرك وحاول تعمل زيه بس ما تاخدش شغل غيرك وتعمله، يعني ما تاخدش بي اس دي جاهز باختصار وتقعد تعدل عليه وتقوم مسيفه وتقول ده تصميمي. استحالة استحالة، عمر ما هيكون ده تصميمك. لو ده تصميمك فعلا يبقى تعمله من اول للاخر، شوف شغل غيرك وخد البي اس دي واتفرج على شغله وحاول تقلده. الانترنت والمصمم، الانترنت ومصمم، او المصمم والانترنت، مش عايز اقول ان ده مش جزء كبير في حياتك بس، او في حياتك كمصمم طبعا، ما كانش كل شغلك بيعتمد عليه، شغلك كله بيعتمد عليه الانترنت، بتجيب شغل من الانترنت، بتاخد شغل من، يعني في ناس بتشتغل فريلانسر، تمام، بتجيب الشغل فريلانسر ده منين؟ من الانترنت، تمام، بتبعت شغلها ازاي بالانترنت، بتستقبل شغلها ازاي بالانترنت، تمام، تجيب الشغل اللي هو الحاجات التكميليه، البراشز والفونتس والحاجات دي كلها بتجيبها من الانترنت، بتجيب اكسسوارات، بتجيب صور، بتجيب بص مصادر افكار، كل ده بيعتمد على وجود انترنت، تمام. طبعا يا جماعه، يعني مش عايز اقول ان يعني لازم طبعا يكون عندك فكره ومعرفه بالمواقع المتخصصه في الجرافيكس، المتخصصه في مثلا حسب البرنامج اللي انت عايزه، يعني عايزكم تتعمقوا في الانترنت، لان طبعا جوجل دوت ظريف جدا، بس هو بيعتمد على تقنيه عاليه جدا. بصوا، في 5 مليون الف مليون موقع موجود، هتلاقي اللي انت عايزه، ما تيأس في البحث عنه في جوجل، ابحث عن المعلومه بشتى الطرق. لو انت كتبت تصميم، تمام، وجاب لك شويه حاجات، خش اكتب بعديها التصميم، هيجيب لك حاجات تانية، اكتب بعديها مصمم، هيجيب لك حاجات ثالثه، اكتب بعديها صور تصميم، هيجيب لك، بص دور في الانترنت لغايه ما توصل ل 10 15 موقع، هم دول من المواقع الصح اللي هيحببك فعلا في الديزاين، هيحببك فعلا في الكمبيوتر، هيحببك فعلا في الانترنت، في التصميم، في الجرافيك. في ناس كتير تقول لك لا، اصل تربع المواقع والمدونات اللي موجوده ديت انجليزيه وانا ما بعرفش، انت مالك، مال انجليزي ولا عربي ولا ايه؟ مش مشكل،
بس اهم حاجة ان يكون التصميم بتاعك، ان يكون انك انت تخش تاخد اللي انت عايزه من هناك. مصدر الالهام، مصدر الالهام طبعا لازم تاخد مصدر الالهام من الناس اللي شغاله حواليك، يعني مثلا تتفرج على مجلات بتكون متخصصه في الجرافيك، تشوف مواقع تمام بتصمم مثلا برامج، بتشتغل في برامج الجرافيك، تابع دروس، تابع شرح تمام. محدش يا جماعه يعتمد على كورس خده وخلاص، لا انا كده خلصت محاضرتي. هقول بس بعض الرولز كده، القواعد السريعة اللي لازم تحطها يعني في دماغك على طول، لازم تخليها حلقة في ودنك زي ما بيقولوا، يعني تحدد اتجاهاتك، يعني هدفك، يعني انا عايز ابقى مصمم ديزاينر ولا لا، عايز ابقى يبقى خلاص يبقى لازم ابقى ديزاينر، مش عايز ديزاينر يبقى اسيب المجال ده او اشتغل كده بقى وخلاص. تاني حاجه حدد اتجاهي، حدد اتجاهي يعني ايه؟ انا عايز ابقى في الديزاينر ايه؟ يعني انا عايز ابقى في الديزاينر ايه؟ عايز ابقى معالج صور يعني اشتغل فوتوغرافر، ولا عايز اشتغل في التصميمات والدعايه والاعلان، ولا عايز اشتغل في تصميم الشخصيات والكاركترز والكلام دوت، ولا عايز اعمل ايه في الجرافيك؟ تاني حاجة لابد ان قدراتك تتماشى قدراتك مع اتجاهاتك، ولا ننسى ما ننساش طبعا ان احنا زي نتحدى قدراتنا ديت. يعني ايه؟ يعني لازم القدرات بتاعتك تتماشى مع اتجاهاتك، يعني ما ينفعش انت ما تكونش بتعرف ترسم يعني ما عندكش اي ملكة في الرسم وتقول انا هشتغل 3 دي ماكس باي منطق، او عفوا انستريتور، ما ينفعش تقول انت تقول انا ما بفهمش عفوا يعني ما بعرفش في الالوان خالص، وببقى لونين على بعض الدنيا تبوظ معايا، ومش عارف تقول انا هشتغل جرافيكس، ما ينفعش تقول انا هشتغل فوتوشوب، ما ينفعش، ما ينفعش تقول انا هشتغل في ال 3 دي ماكس وتقول انا ما بعرفش افرق بين الاكس والواي والزد، وما بعرفش اعمل احداثيات، وما بعرفش تناسق الجسم مع بعض وكل التفاصيل دي، ما ينفعش. فلو كانت قدراتك كده خلاص، يبقى ما تاخدش حاجه الا لما تكون قدراتك متماشيه مع اتجاهاتك. يعني انت ما بتعرفش غير في فوتوشوب، وقدراتك مش هتقدر تجيب غير فوتوشوب، ما تشتغلش غير فوتوشوب وبس، نمي نفسك فيه، اشتغل فيه صح. بس كلمه لا تنسى، ولكن لا تنسى ان تتحدى قدراتك، يعني حاول على قد ما تقدر انك انت تتحدى قدراتك وتحاول انك تتعلم حتى لو صعب. يعني سيدي ماكس في كتير ناس كتير جدا بتقول انه صعب، حاول تتعلمه، حاول تضغط على نفسك شويه، تعلم مره واثنين وثلاثه لغايه ما تقدر توصل للي انت عايزه. بس لو انت قدراتك كده خلاص، ما تجيش على نفسك، ابدا واتبع الترتيب المقصود بيها. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تبدا بالانستريتور او الكولر درو وبعدين ترجع للفوتوشوب، ما ينفعش تبدا بالافتر افكت وبعدين تاخد 3 دي ماكس، لا تابع الترتيب، لان الترتيب ده اللي احنا قلنا في اول خالص ده هو سر نجاحك. اتبعت الترتيب ده اللي هو ده هتنجح وهتحقق النجاح اللي انت عايزه. عايز تاخد فوتوشوب، عايز تاخد معالج صور، يبقى تاخد فوتوشوب وبعدين انستريتور او كولر درو، او كولر درو او انستريتور. عايز تاخد تصميم، يبقى فوتوشوب وبعدين ديزاين وبعدين كولر درو او انستريتور. عايز تاخد تصميم شخصيات، يبقى 3 دي ماكس وبعدين فوتوشوب وبعدين افتر افكتس وبعدين اي ار سي تي او 4 دي. ده الترتيب المنطقي. هتعمل بقى فوتوشوب وبعدين تاخد 3 دي ماكس، بوظت الدنيا. فوتوشوب وبعدين خدت افتر افكت، ايه علاقه فوتوشوب بالافتر افكت؟ فوتوشوب وبعدين ايه علاقه؟ مفيش علاقه. كولر درو بعدين 3 دي ماكس، اتعلم صح، دي نصيحتي ليكوا بجد. اتعلم صح يعني ايه؟ اتعلم صح يعني معناها
ما تخليش حد، بصوا يا جماعة ما فيش حد في الدنيا دي بيدي حاجة كده لوجه الله إلا من رحم ربه يعني، بس الأغلبية العام لما بيديك شغل ما بيديكش كل المعلومة الصحيحة، تمام؟ بيديك معلومة بس يعني، هل الوقت ممكن يكون مش مساعد انه يقولها لك، العنصر الخبرة مش عنده عشان مش قادر يقولها لك، ايا كان من التفاصيل هو ما قالها لكش. فبمعنى مصطلح كده عام شوية، لازم تجيب اخر حاجة، اقعد اشتغل اتعلم صح، خدت كورس معايا تمام ما تستفيش بيه، خش على الانترنت وابحث عن كورسات تانية، اتعلم من اول وجديد، هتلاقي حاجات كده صغننة بس مهمة جدا في التصميم، ممكن انا اكون نسيت اقولها تمام، ممكن اكون ما تركتلهاش، ايا كان خش في كورس تاني اتنين تلاتة، نمي مهاراتك على قد ما تقدر تمام. فكر بص، خد في الفوتوشوب بس 10 كورسات عشان تقدر تقول ان انت ابتديت تعرف فوتوشوب، ما تيأس هتوصل، بس عايز محتاج انك تتعلم جامد. اخر حاجة بقى، اعلم نفسك بنفسك، ودي اللي بنصحها لكم كلها والله يا جماعة، لا كورس ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، كورس اللي بيعمله في الاخر خالص انه بيحطك على الطريق المستقيم وبيسيبك بقى، وانت المفروض انك تكمل، لو ما كملتش صح مش هتعرف تعمل اي حاجة وهتقع وهتحس انك انت مش فاهم اي حاجة. لو طيب مش جميل، لو كملت بهذا المنوال هتلاقي نفسك وصلت فيها لنفسك يعني خالص. فلازم تعلم نفسك بنفسك، اعتمد على الانترنت هيفيدك جامد جدا 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 تمام. في موضوع التعليم دوت في كورسات كتيرة في مجالات مرة واتنين وتلاتة، استحالة انا لو جيت اديت محاضرة قبل كده وجيت اديتها تاني هقولها بنفس الشكل او هقولها بنفس المنطق، اكيد هغير فيها، اكيد هضيف معلومة زيادة، اكيد هقول حاجة مهمة. بصوا يا جماعة والله 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 انا نفسي شخصيا اتعلمت الفوتوشوب ده 5 6 مرات تمام. انت لازم تتعلم الفوتوشوب ده مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة عشان توصل فعلا تقول انا بقيت محترف. دي نصائح ليكم، اتمنى فعلا ان اكون وفقت النهاردة في عرض المحاضرة ديت، ويا رب تكونوا استفدتوا فيها فعلا، وبشكركم كلكم على حسن استماعكم ليا، وانا بترك لكم المحاضرة، لو في اي حد عنده سؤال يتفضل.